بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين والمستمعين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس، دائما ابدا معكم، اخبار مفاجآت كواليس. خلينا نبدا مباشره من النادي الاهلي في المغرب. الاهلي وبيؤدي تمريناته الاخيره استعدادا للقاء النهائي الثالث على التوالي، وان شاء الله في حاله فوز النادي الاهلي يبقى ال11 في تاريخه و15 مره بيصعد للمباراه النهائيه. الجميع والكل الحقيقه ملتف حوالين النادي الاهلي، لانه الاهلي هو ممثل مصر، هو المهيمن، هو المسيطر. بتابع كل النشرات في كثير جدا من القنوات، قنوات اجنبيه على فكره، وكلها بتتكلم عن وصول النادي الاهلي، بتتكلم كمان عن الوداد بشكل محترم جدا، اثنين انديه كبيره ومحترمه في نهائي منتظر لانه نهائي كبير. لكن الحقيقه عايز اتوقف عند بعض الحاجات سواء الايجابيه او السلبيه. هبدا بالسلبي اللي مضايقني. مضايقني بمعنى مضايقني يعني. لانه احنا قعدنا نشغل نفسنا بشكل كبير جدا بموضوع المباراه وملعب المباراه، وقلنا من البدايه المباراه ستقام في استاد محمد الخامس او مركب محمد الخامس، خلينا نقول استاد بلهجتنا احنا. محمد الخامس في الدار البيضاء في المغرب. موضوع محسوم. وقلت الكلام ده بدل مره 10 مرات. وقلت لكم لجوء النادي الاهلي للمحكمه الرياضيه لن يقدم ولن يؤخر شيء على الاطلاق يعني. وقلت المحكمه ممكن ما تجتمعش اصلا، واذا اجتمعت لن تصدر قرارا في صالح النادي الاهلي. اهي اجتمعت واصدرت القرار والموضوع ما فيهوش جديد، لانه الامر بسيط جدا، انت لم تتقدم لتنظيم البطوله او تنظيم المباراه او تنظيم الحدث. فاللي ايه بتعترض على ايه؟ هي طبعا الحدوته انه شبابنا المتحمس على السوشيال ميديا والاهلي ما يسيبش حق. حاضر، دفع الرسوم ونظرت الدعوه خلاص. فاول رد من احد المسؤولين داخل النادي الاهلي قال لك كنا عارفين بس كنا برضو بنعمل الواجب اللي علينا. ماشي، على فكره ما كانش واجب، بس عشان ايه ما حدش يطلع يقول لك بعد كده وما راحوش المحكمه الرياضيه ليه؟ المحكمه كانت هتنصفهم وحاجات من هذا القبيل. لانه لو تفتكروا في البدايه كانوا لك الانسحاب. يا عم انسحاب ايه وليه؟ في ايه؟ ماتش كرة قدم هنلعبه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب بأمر الله. ما كسبناش خلاص كرة قدم، هنعمل ايه يعني؟ ان شاء الله نكسب وان شاء الله نرجع بالبطولة وان شاء الله نبقى متوجين وان شاء الله نبقى ابطال افريقيا. ما حصلش خلاص، كورة يعني مش محتاجة يعني. فالنهارده الكاف اعلن حكم المحكمة الرياضية انها قالت لا خلاص، رفضت طلب النادي الاهلي بتاجيل مواجهه نهائي دوري ابطال افريقيا ضد الوداد اللي هتتلعب يوم الاثنين على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. على فكره الكاف في بيانه كده قال انه الكاف كان ملزم بتنفيذ قرار اللجنه التنفيذيه اللي تم اتخاذه في يوليو 2019 اللي نص على تحديد بطل دوري الابطال بمباراه واحده في النهائي. قال حق التنظيم تم منحه للمغرب بعد ما السنغال سحبت عرضها، وهي الدولة الوحيدة اللي استوفت متطلبات التنظيم. ورجع بقى لك احنا بنلتزم بمبادئ العدل والمساواة بين كل الأندية والاتحادات والأعضاء، وبنعملهم كلهم بعدل ومساواة في كل الأوقات، وبنتمنى للأهلي والوداد وافر الحظ في نهائي دوري الأبطال، المباراة اللي هتنطلق يوم الاثنين 30 مايو الساعة 8 بالتوقيت المحلي للمغرب، 7 جرينتش 10 مصر. كل ده جميل. طب مش نخلص بقى؟ خلصنا خلاص؟ لا، ما احنا لازم ايه نقعد كل شويه نطلع حاجه والناس تقعد تتكلم فيها وعصبيه وتجيلي رسائل حواديت ايه يا عم؟ الاهلي عايز المدرجات الفلانيه. يا عم المهم جمهورنا يكون في المدرجات عشان يكونوا جنبنا، ما هنا جنبنا وهنا جنبنا. يعني ما بس صوتهم يكون موجود في الملعب وخلاص. يعني مش لازم اشجع وجمهوري فوقيا، مش لازم. بس اشجع يا رب يروح اكبر عدد ممكن يعني. يا رب الجماهير المصريه تبقى قد كده، والجماهير الاهلاويه اللي بتشجع النادي الاهلي مثلا هم مسكوا كلمه من سيد سفير قال لك في 12000 مصري جاليه مغربيه في جاليه مصريه في المغرب. فل، هل ال 12000 دول هيروحوا؟ ال 12000 دول فيهم اطفال، فيهم رضع، فيهم ناس بتشتغل، فيهم ناس مرتبطه باعمال، فيهم وده يوم اثنين يعني وسط اسبوع يعني يوم عمل، فيهم ناس كبار في السن، فيهم ناس مرضى، فيهم 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 فيهم. فمش ال 12000 ولا نص ال 12000 ما يعني متاحين يعني، بس يا رب يروح ال 12000. لكن انا مش هاجي بقى كل شويه يا جماعه اصل عشان المكان. والله جميل يعني يا جماعه احنا بنطلب ان المكان ده يبقى بتاع جماهير النادي الاهلي، حصل
خير وبركه، ما حصلش اعمل ايه؟ وتلاقي بقى الجماهير التعنت والكاب بيعملوا معانا، بيعمل معاك ايه؟ ما تزعلوش من كلامي ومن صراحتي. خلينا نعكسها، ان المباراه في القاهره، وانه جمهور الاهلي بيقعد في الثالثه شمال، وجم قالوا لك احنا عايزين المكان ده مثلا، هتقولوا لا طبعا لا، او مليون لا، ريح نفسك في المكان شويه، في القعده شويه بتاع. والناس هناك على فكره محترمين جدا، يعني ما عندهمش مشاكل، يعني الاستقبال كان رائعا، التمرين الناس ما عندهاش مشكله في النادي الاهلي، مش عايز حد يحضر ما حدش يحضر، الاتوبيس ما فيش مضايقات، ما في لحد دلوقتي الدنيا ماشيه زي الفل تمام. وبعدين هو ليه في تصميم انه التاشيرات ما جاتش؟ الناس قالوا لك يا جماعه احنا ملتزمين بالتاشيرات، ممكن تكون اتاخرت النهارده، ان شاء الله ياخدوها بكره بامر الله سبحانه وتعالى. لكن عمليات التسخين والتهييج دي ايه الصالح منها في الاخر؟ ولا انت بقى لما تقول له شناوي خلي بالك، يحيى جبران بيلعبها كذا، عطيه طله بيعملها كذا، امبنزا كذا، ايمن حسوني شكله كذا، العملود، يعني تفضل بقى تتكلم في الماتش وشكله وطريقته واسلوبه والفريق اللي بيلعب قدامك ازاي، وتفضل تحلل، ومش ده صح. اتكلم بقى فنيا وساند النادي الاهلي معنويا وكل ده يا جماعه صح، اتكلم كرويا بقى، اتكلم معنويا بقى. اداره الاهلي بتعترض سيبها، هي عامله شغلها، بتعمل شغلها هناك كويس تمام اوكي، اعترض خد المبنى ده، خد الملعب ده، خد المدرجات دي، سيب ده شغل اداره النادي الاهلي. والبعثه اللي موجوده هناك، موجود كابتن محمود الخطيب، وليه صور صعبه جدا، وانا قلت لكم هو مسافر، هو تعبان، وعلى فكره كان ممنوع من السفر باوامر الطبيب، لكنه صمم انه يسافر، والام القدم موجوده، وعنده مشاكل في العين عشان حضراتكم تبقوا عارفين، ومع ذلك بيروح يقابل السفير وبيعمل اجتماعات وبيعمل شغله على اعلى وجه، على اعلى وجه واكمل وجه، والناس هناك محترمينه جدا ومقدرينه جدا، وبيتعاملوا مع الخطيب بما يليق باسم محمود الخطيب وبنجوميته، وشيء جميل. وهو داخل الملعب وهو معاه خالد مرتجي، وتلاقي بقيه الاخوه الافاضل الموجودين او اللي هيحصلوا الفريق ان شاء الله، شيء محترم. خليك موجود هناك حسام غالي، موجود هناك امير توفيق، موجود هناك جمال جبر، موجود هناك سمير عدلي، موجود هناك سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، موجود، تعالى يا كابتن شوف الملعب وتمام التمام وقول ملاحظاتك، خلي النادي الاهلي يعترض زي ما هو عايز، خلي اداره النادي الاهلي تشتغل، بس انت ما تعملهاش قضيه، انت ما تعملهاش قضيه. يعني انت اهو حسام بيقول له هنا المكان ده، وكل ده جميل جدا انه اداره الاهلي تشتغل ده، لكن انت دورك دلوقتي اللي انت تعمله ان حضرتك تساند فرقتك، تساند بقى، لانه كمان خلي اللعيبه خلاص. انا امبارح قلت لك في كام يوم، النهارده خلص الخميس، جمعه سبت حد، ثلاث تمرينات. الراجل النهارده قفل، حدش يدخل، فيش اعلاميين ولا اعلاميين مصريين ولا اي حد، سمعا وطاعه، خلاص زي ما انت شايف كده، فيش خلاص خالص. على فكره الوداد عمل كده، وليد الركراكي والغزل المتبادل، وليد الركراكي الاهلي هو البطل والاهلي هو الاقوى والاهلي هو المرشح الافضل. طب يا سيدي يسمع من بقك ربنا، ان شاء الله يا كابتن وليد بامر الله ده يحصل، بنشكرك على هذه الثقه، وان ان شاء الله نحقق هذه الامنيه لجميع المصريين بامر الله سبحانه وتعالى. الوداد هيجاهد، هيحاول، هيلعب، لا الوداد في ملعبه، الوداد وسط جمهوره، الوداد متحمس، الوداد عايز يكسب، الوداد عايز يفوز. طبعا نفس الرغبه اللي موجوده عند النادي الاهلي موجوده عند نادي الوداد. فالمطلوب ايه؟ المطلوب ان انا الحمد لله والشكر لله كل الاصابات باستثناء بدر بنون ومحمد عبد المنعم، انا بتكلم اللي موجودين هناك جاهزين للمباراه. فالحمد لله والشكر لله. المطلوب الراجل يركز، ربنا يكرمه، يختار التشكيله الصحيحه، يختار طريقه اللعب الصحيحه، تقسيمه المباراه ماشيه ازاي، عشان نعرف نكسب، عشان نعرف نرجع بالبطوله، عشان نعرف نرجع بالكاس. هو الاهلي لو ما رجعش من الكاس يبقى وحش؟ ده الاهلي وصل للفاينل وجاهد في المجموعه وجاهد في الادوار الاقصائيه وكسب وكسب وكسب، كسب الرجاء وكسب وفاق سطيف، ولم يخسر الحمد لله حتى هذه اللحظه من فضل الله سبحانه وتعالى في الادوار الاقصائيه، مع انه في المجموعه خسر مرتين من صن داونز ذهابا وايابا، لكن الاهلي كمل وصن داونز خرج ودع البطوله. يا جماعه الامر بسيط، الامر انك تركز بس في التمرين، الامر انك تعيش المباراه، الامر ان انت تعيش اللعيبه المباراه. خلي بالك اللعيبه طول الوقت على الموبايلات وعلى الهاشتاجات وعلى يعني مواقع التواصل وعلى اليوتيوب وعلى تويتر وعلى انستجرام
على كل حاجه. اللعيبه هي عايشه كده، كلنا بقينا كده. فنرجو يعني انه الفتره اللي جايه ازاي بقى موسيماني، نساندو، شناوي، هاني، ياسر، ايمن، رامي، معلول، وحيد، ديانج، السليه، قفشه، حمدي، شريف، بيرسي تاو، الشحات، طاهر، كل الناس يعني. يا رب بس ما اكونش ناسي حد. يعني عايزين ربنا يكرمنا وينصرنا. قفشه يعني عايزين ربنا ينصرنا ويكرمنا يا رب ان شاء الله، ويرزقنا بنصر كده، شوطه زي بتاعه قفشه الحلوه، جون زي جول شريف الحلو، واحد زي بتاعه طاهر في الرجاء، بيرسي تاو يوفق، اي حد اي حد ان شاء الله حتى نوصل لضربات الترجيح ونكسب. المهم نرجع بالكاس، ولو ما رجعناش بالكاس متشكرين، كتر خير كنتوا في الفاينل. خليك ايجابي، احنا كلنا ورا الاهلي. اللي لازم نسنده، هي دي الروح اللي لازم نشتغل بيها الايام القادمة. انا عارف ان كل واحد من جواه قلبه وعقله وروحه وكل جوارحه مع النادي الاهلي، كل محب للنادي الاهلي يعني. بالتالي خلي مساندتك ايجابية. تعال انا وانت كده مثلا نتوقع تشكيلة، نشوف الراجل هيلعب ازاي، نشوف هيأمن فرقته ازاي، نشوف هيهاجم ازاي، نشوف هيدافع ازاي. الحمد لله أنت بلا إصابات باستثناء محمد عبد المنعم، ومن فضل الله أن ياسر إبراهيم رجع، ومن فضل الله أن رامي ربيعة في أفضل حالاته، ومن فضل الله أنه أيمن أشرف لعيب دولي. فأنت بتتكلم في الشناوي في حراسة المرمى بأمر الله، وبتتكلم في محمد هاني واحتياطي ليه كريم فؤاد، بتتكلم في علي معلول واحتياطي ليه محمود وحيد، بتتكلم في اتنين من التلاتة، او لو غير طريقه اللعب هقول لحضرتك دلوقتي، بتكلم في رامي وياسر وايمن، اتنين من التلاته ياسر مؤكد موجود، واحد من الاتنين التانيين، او لو لعب بحمدي فتحي يغير من طريقه اللعب، بتتكلم في ديانج والسليه وفتحي، بتتكلم في بيرسي تاو، عندك حسين الشحات، عندك محمد شريف، عندك طاهر، محمد طاهر، اعتقد ده التشكيل الابرز، عندك مجدي قفشه. من دول هتختار 11 لعيب يبقوا موجودين. عندك احمد عبد القادر، حاجه عظيمه جدا كمان، هيبقى عندك حتى ما بيلعبوش عندك على دكه البدلاء 3 4 تقال جدا تعرف تستفيد منهم. طريقه تقسيمك للمباراه ده مهم قوي. بدايتك عندك الولد اللي كان في الصوره ده كوكا، وليد سليمان. وليد لما بيلعب الحقيقه يعني حاجه جميله، كانه لسه 25 سنه. ادي بدري بنون موجود مع الفرقه، حاجه برضو فرحتنا جدا. عوده بدري بنون بالنسبه لنا كان خبر جميل جدا جدا، الحمد لله والشكر لله على عودته، وبامر الله خلال شهر يكون موجود في الملعب تاني بيلعب اساسي مع النادي الاهلي وبيكمل الدوري المصري. عندك محمود متولي، صحيح ما بيلعبش بقاله فتره. عندك محمد محمود، عندك في حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بجوار الكبير الشناوي. عندك فرقة،
عندك فرقه وعندك جهاز محترم، موسيماني مع سامي انصام مع ميتشل مع كابيلو مع بقيه الناس كلها، ربنا يوفق. حسين الشحات رجل المواقف الصعبه، وسبق له التسجيل في مرمى الوداد هنا في القاهره في المباراه الشهيره 3-1. عندك فرقه، فنشوف الراجل هيبدا المباراه هل هيفاجئ الوداد ويبدا ضاغط، ولا هيامن من نص ملعبه، ولا هيلعب على الاطراف، ولا هو عنده كل الادوات. وفنيا فريق النادي الاهلي فريق تقيل بلغه كره القدم، فريق تقيل، فريق شديد، عندنا كل الامكانيات اللي تخلينا ان شاء الله نكون كسبانين وراجعين بالكاس بامر الله سبحانه وتعالى. لكن هو الدور دلوقتي، انا تخلي بال حضراتكم هتلاقيني بتكلم معنويا ونفسيا اكتر بكتير من الناحيه الفنيه، لانه الدور دلوقتي اللي مطلوب انك ازاي تفضل تقول للولاد دول، للنجوم دول، للابطال دول كلهم، انتوا احسن ناس، انتوا افضل فريق. حتى ده العميد علاء مدير امن النادي برضو موجود معاهم، يعني كل حاجه موجوده، وادي الطرق زي الفله زي الفله، والدنيا امان واطمئنان، والمغرب طول عمرها كده يا جماعه. فما هو المطلوب؟ يعني هل المطلوب ان احنا نفضل طول الوقت حاطينهم تحت ضغط وتحت شد؟ اهو حتى في ناس اهلاويه، او حتى لو كانوا وداديه، يعني ما اعرفش اهلاويه ولا وداديه، يعني ده رفع علم مصر صورة من بعيد عندنا، متاسف يعني. فادي وراحوا تمرينهم ورجعوا فندقهم وكل حاجه مهيئه. خلي بال حضراتكم انا لعبت كتير في افريقيا، وما زال هناك في بعض الدول الافريقيه في مشاكل كتيره جدا جدا في الاقامه، في الفنادق، في الانتقالات، في الانترنت، لكن انت كل حاجه موجوده عندك في المغرب هناك. لا يبقى الا توفيق الله سبحانه وتعالى، لا يبقى الا انك تشد حيلك، تتوكل على الله، وتعتمد على المولى عز وجل، وترمي حمولك على الله، وتسيبها بقى على الله، واللي ربنا رايده هو اللي هيكون. لكن ضغط ضغط جمهور المكان، التأشيرات، الملعب، الظلم بتاع الكاف، خلاص يا عم، انت امام امر واقع الان وهم عايشينه، فحسسهم ان هم عايشينه صح، حسسهم ان شاء الله باذن الله النصر هيكون معانا وكلنا، وربنا وفق موسيماني، لانه موسيماني يعني المباراه محتاجه هدوء وراحه بال، محتاجه تركيز، وهو الحقيقه شاطر في المذاكره، يعني لما بيذاكر كويس بيذاكر وبينجح وبيطلع الاول كمان ان شاء الله. كل التمنيات القلبيه للنادي الاهلي بالتوفيق وبالنجاح وبالفوز وبالعوده حاملين الكاس باذن الله، كاس افريقيا من جديد. يعني خلينا ناخد بس اخبار سريعه. طارق حامد بيواصل التاهل في اسبانيا، وكنا انفردنا بخبر انه مسافر اوروبا، ربنا يشفيك يا طارق، من الناس المحترمين جدا يعني. كوريا الجنوبيه بتطلب اقامه معسكر في مصر استعدادا لكاس العالم، لو ده حصل يبقى كويس. عارفين كوريا معاها البرتغال وغانا والاوروجواي، كان في اجتماع في اتحاد الكوره عشان المباراه الوديه، لو ده حصل يبقى كويس، لانه انا محتاج الدول دي والفرق دي تجيلي، فرقه بتجرجر فرقه بتجرجر فرقه بتجيب فرقه، والدنيا بتتظبط يا رب ان شاء الله. خبر الحقيقه احزنني وكان متوقع لكنه احزنني، ومش اول مره يحصل لفريق جماهيري، نادي دمنهور بيسقط الى الدرجه الثالثه. حصل السنه اللي فاتت مع طنطا بس لحقوا نفسهم ورجعوا، حصل قبلها بسنتين مع كفر الشيخ بس لحقوا نفسهم بسرعه ورجعوا، المنصوره على فكره كان من الفرق المهدده لكنه لحق في الاخر، يعني بريد المحله كسب دمنهور ب3-0 في ملعب دمنهور كمان، يعني تاكد هبوطه. يعني دمنهور اسم كبير جدا والدوري الممتاز اكثر من مره، لكن حصلت مشاكل كتيره جدا وعلى اثرها هبط فريق دمنهور. انا بتمنى انه الناس تعيد مره اخرى حساباتها والامور تتظبط يا رب ان شاء الله، لانه ده مهم جدا، يعني ان شاء الله باذن الله. يعني كبوه زي ما بقول لك حصل مع طنطا وحصل مع كفر الشيخ، وعدو كفر الشيخ كان من الفرق اللي بتنافس حتى النهايه في هذا الدوري. يعني معلول والجزيري وفرجاني ساسي ضمن قائمه تونس استعدادا لمواجهتي غينيا وبوتسوانا، اما في المغرب فحكيم زياش
ما زال مصمم على موقفه برفض اللعب في وجود خليلو ديتش. برضو عندي أمل أنه يتراجع، لأن دي أمال المغرب يا كابتن حكيم، والناس كلها عندها أمل أن حضرتك تبقى موجود، لأنك لعيب مهم جدا في المنتخب المغربي. وبعدين احنا يا أخي بنروح وراء كل ما هو عربي وراء كل ما هو إفريقي وكذا يعني، فلما بقى عندنا المغرب وتونس لازم نشجعكم، لازم يبقى بكل النجوم يعني، احنا ما نتحمقش وقلبنا يوجعنا عشانكم وانت مش عايز تروح المنتخب يعني. ارمي خلافاتك على جنب بينك وبين خليلو ديتش، وحط اسم المغرب، اسم المغرب وعلم المغرب والنشيد الملكي للمغرب وبتعزف كده قدامك عشان تبقى موجود، لان المغرب لها افضال كبيره جدا عليك. انسى خلافاتك مع المدرب، مش مهم المدرب بيحبك ما بيحبكش، ده مش مشكله، لكن في بلد بحجم المغرب منتخب محتاجك تكون موجود في كاس العالم، ولعب كره القدم بيبقى لمده سنوات، لكن التاريخ لا يرحم، التاريخ لا يرحم على الاطلاق. لعيب بيرفض ان يلعب في كاس العالم بيمثل بلاده ايا كانت الخلافات، التاريخ لن يرحمه. في بطوله افريقيا تعدي، لكن في كاس العالم مش كل مره ضامنين ان احنا نروح كاس العالم. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل مباراه الدوري التي اقيمت اليوم. اهلا بحضراتكم من جديد. للتصحيح بس، انا قلت المباراه هتقام الساعه 10 بتوقيت القاهره، الساعه 9 ان شاء الله بتوقيت القاهره. الاصدقاء اللي بيبعتوا لي حطوا ارقام تليفونات شركات سياحه، ده يعني ما اقدرش نعمل ده الحقيقه، والاعلانات موجوده وموجوده في المواقع كلها، واسماء الشركات موجوده، وموقع النادي الاهلي حاطط كل ما يخص الرحله، ونتمنى ان الاقبال يكون كويس، لانه يعني ما سمعته حتى الان ان الاقبال مش زي اللي احنا بنتكلم عليه يعني، فاتمنى ان ده يكون كويس ان شاء الله. مره تانية، مباراه الاهلي والوداد نهائي بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري، دوري الابطال، الساعه 9 بتوقيت القاهره، 8 بتوقيت المغرب الشقيق. النهارده كان في مباراتين في بطوله الدوري العام. هفضل مليون مره احيي اداره البنك الاهلي، ما انا مش هحيي الجهاز الفني بس، في إدارة محترمة، في نتائج محترمة، في استقرار، في هدوء، هتلاقي سحر كرة القدم في الملعب، هتلاقي نجاحات كرة القدم في الملعب، هتلاقي نتائج جيدة في الملعب، هتلاقي انتصارات في الملعب. فرقة توفر استقرار، إدارة توفر استقرار، توفر هدوء، توفر أجل. الأهلي ما شاء الله مسجل 25 هدف، اعلى من انديه كتيره جدا، داخل مرماه 21 هدف في المركز السادس من 20 مباراه. مبروك للبنك الاهلي المصري. اتصلنا، ايه يا جماعه اللي بيحصل؟ كابتن معين شعباني قعد مع الجهاز المعاون وقعد مع بعض من اعضاء مجلس اداره، قال لك احنا مكملين عادي، وعندهم الحد الجاي مباراه صعبه جدا مع بيراميدز، لكن المصري الحقيقه دنيا صعبه، دنيا صعبه صعبه صعبه. المصري هقول لكم على الماتش بتاعه دلوقتي، لان توقف رصيده عند 20 نقطة بعد هزائم. يا جماعة تعالوا ناخد من ساعة المصري والنادي الاهلي، 1 2 3 4 5 6 7 8 ماتشات كسب النادي الاهلي، نسقط بقى يبقى 7 ماتشات. خسر من الزمالك، خسر من المقاولين، خسر من الاسماعيلي، اتعادل مع المحلة، خسر من سموحة، خسر من فيوتشر، خسر من البنك الاهلي. ادي 7 هزايم وتعادل في 8 مباريات. الموقف بيزداد صعوبة على النادي المصري، نتمنى انه يخرج من هذه الكبوة. نروح للمباراة اللي اقيمت ما بين بيراميدز وفيوتشر. مباراة كانت حلوة قوي، لا ينقصها الا الاهداف، ما فيش منه يعني اي امل يعني بالنسبة لي الاثنين، بالنسبة لي حارس مرمى نادي البنك الاهلي. طيب بيراميدز ليه غضبانين بعد نهاية المباراة؟ تعال شوف اخر النتائج لبيراميدز. بيراميدز كان عنده من النقاط 38 نقطة والزمالك 41، لعب مع فاركو تعادل بدون اهداف، لعب مع الاتحاد خسر 1-0، لعب مع فيوتشر تعادل بدون اهداف. لما تيجي تشوف بداية بيراميدز في الدوري العام
كسبان مصر المقصة 2-1 وكسبان فاركو 2-1 وكسبان الاتحاد 3-0 وكسبان وتعادل مع المصر 2-2 كسبان إسترن كامباني 3-0 كسبان طلاع الجيش 3 متعادل مع إمبي 1-1 متعادل كسبان الإسماعيلي 1 كسبان البنك الأهلي 1 كسبان المقاولين 2 خسر من الأهلي 3 وخسر من الزمالك 3-2 ثم عاد وفاز على غزل المحلة ثم بدأ بقى التدهور من ساعة هو خسر من الزمالك وبعدين كسب المحلة وبعدين خسر من سيراميكا وبعدين فاز على الجونة بصعوبة 2-1 وبعدين فاز على سموحة في مباراة حلوة 2-0 وبعدين فاز على المقاصة 2-0 لكنه النتائج الفترة الأخيرة يعني أدي مثلا من أول سيراميكا أدي 3 بونت وبعدين مع فاركو 2 بونت أدي 5 وبعدين مع الاتحاد 3 بونت أدي 8 وبعدين مع فيوتشر 2 بونت أدي 10 ماتش أدي 10 نقاط. والمدرب جونياس كان اول مباراه كانت مباراه سيراميكا ما حسبوش عليها قوي يعني هو مش غريب قوي على الفرقه لكن هنا بعتقد انه بيراميدز لابد انه يعالج الاخطاء وبسرعه لانه جات له 100 فرصه انه يعتلي الجدول لكنه مرضاش وظل الزمالك في الصداره من 19 مباراه ب 41 بونت بيراميدز بقى من 20 مباراه ب 40 بونت والاهلي من 16 مباراه ب 37 بونت وفيوتشر في المركز الرابع ب 35 بونت من 20 وسموحه ايضا في المركز الخامس ب 34 بونت من 20 مباراه وباقي الجدول امام حضراتكم. هذا كل ما يخص مباراه اليوم ويخص جدول الدوري العام. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين والمتابعين بعد الفاصل سافرنا في كاس العالم حقيقه كلنا سعداء ان كابتن محمود ابو الرجال هيكون ممثلا لمصر في كاس العالم بقطر ان شاء الله 2022 في نوفمبر نتمنى له التوفيق هنتكلم كتير معاه في كل حاجه لكن بعد الفاصل. سيدخل المساعد الدولي محمود أبو الرجال تاريخ التحكيم المصري من الباب الكبير عندما يشارك في نهائيات كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها قطر في الفترة من 11 من نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر هذا العام. أبو الرجال البالغ من العمر 38 عاما بدأ مسيرته مع التحكيم قبل 20 عاما وتقلد الشارة الدولية في 2015 وتألق في العديد من البطولات القارية والعالمية في السنوات الماضية أبرزها كأس إفريقيا للناشئين بالجابون 2017 وظهر في المباراة النهائية كما اختير في آخر نسختين من كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر و2022 بالكاميرون. عالميا ظهر ابن مدينة الإسماعيلية في مونديال الشباب ببولندا 2019 وكأس العالم للأندية 2019 في قطر ويعد من أوائل الحكام في مصر الذين حصلوا على رخصة تقنية الفيديو. المساعد المتميز سينضم لقائمة الحكام المصريين الذين شاركوا في إدارة العرس الكروي الأهم عالميا مع نخبة من الأساطير التاريخية بداية من يوسف محمد الذي شارك في مونديال إيطاليا 34 وظهر كحامل راية في مباراة سويسرا وتشيكوسلوفاكيا بالدور الثاني مع حسن عبد المجيد ووجيه أحمد اللذان شاركا كمساعدين في مونديالي 94 و98 ظهر العديد من قضاة الملاعب المصريين في المونديال وعلى رأسهم علي أنديل الذي شارك في نسختي 66 بإنجلترا و70 بالمكسيك ثم مصطفى كامل محمود في النسخة الألمانية 74 فالعلامة البارزة جمال الغندور الذي شارك في مونديالي 98 بفرنسا و2002 في كوريا واليابان وأدار 6 مباريات وأخيرا وليس آخرا الثنائي عصام عبد الفتاح وجهاد جريشة اللذان شاركا في بطولتي 2006 بألمانيا و2018 في روسيا وأدار كل منهما لقاء واحدا.
عن طموحه في كأس العالم واستعداداته للحدث الكبير وأسباب غياب حكام الساحة المصريين عن البطولة. كيف يفسر الهجوم المتواصل على منظومة التحكيم في الفترة الأخيرة؟ ولماذا ظهرت كل هذه الأخطاء رغم وجود حكم الفيديو؟ عن كل هذا يدور حوار محمود أبو الرجال سفير مصر في المونديال مع شوبير في ملعب أون تايم. سفير مصر في المونديال وهو خير سفير لمصر الحقيقة، يعني أمر يسعدك جدا لما تلاقي حد ممثل ليك في كأس العالم. يعني منتخبنا الوطني لو في كأس العالم كنا نبقى أسعد الناس، لكنه بنتمنى أن يكون في حد متواجد يعني. فلما يكون في حد باحترامه وبنجاحه وبكفاحه موجود لما هيتقال الحكم المصري، أعتقد بيبقى شيء يسعدنا وبيشرفنا. فرحتنا كبيرة جدا بتواجده في كأس العالم، وإن كانت فرحة منقوصة. وانا قلت قبل كده قلبي بيكون موجوع لما الاقي طاقم سنغالي كامل، لما الاقي طاقم قطري كامل، طاقم اماراتي كامل، طاقم جزائري كامل، ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. بس احب ان يكون في طاقم مصري كامل زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير من يوسف محمد وعلي انديل ومصطفى كامل محمود وجمال غندور واسماء كثيره جدا كانت في كاس العالم، وكان ختامها بجهاد جريشه وقبلها عصام عبد الفتاح. وبالتالي من حقنا ان يكون عندنا تمثيل، لكن الحمد لله ان احنا متواجدين في كاس العالم، وهذه المره متواجدين بواحد هو الحقيقه يستحق، لانه امكانياته الشخصيه، سلوكياته، تربيته، انضباطه كواحد من أبناء القوات المسلحة كمان الحقيقة انضباط غير عادي، حياديته وعدلته المفرطة هي أهلته لأن يكون في هذا المكان. بعتقد أنه استحق عن جدارة، وإن شاء الله في كأس العالم يأكد هذه الجدارة وهذه الاستحقاقية. خلينا رحب باللي منورني ومشرفنا النهاردة، كابتن محمود أبو الرجال حكمنا الدولي وممثل مصر الوحيد في كأس العالم وأحد ممثلي العرب في هذا المحفل الدولي الكبير. كابتن محمود منورنا ومشرفنا، ألف مبروك وكل الأمنيات بالتوفيق يا رب إن شاء الله. ربنا يخليك كابتن أحمد، ومشكر للمقدمة الجميلة دي. يعني إن شاء الله يعني أكون على قد الشهادة الجميلة اللي قدمتها دي في كأس العالم إن شاء الله، وأشرف بلدي بإذن الله يا رب إن شاء الله. كابتن محمود، يمكن كتير ما يعرفوش إنك من أبناء القوات المسلحة، وانا عارف طبعا يعني لانك انا اشتغلت في المجال وعارف بشكل جيد وعارف مدى انضباطك الحقيقه ومدى احترامك ومدى احترام الناس ليك. هل التربيه دي فرقت معاك؟ لانه كمان انا عمال اعمل فلاش باك كده واسترجع بالذاكره، فلان الكابتن علي انديل رحمه الله كان برضو احد رجال القوات المسلحه، وكتير جدا كابتن عصام عبد الفتاح وغيرهم من الناس المحترمين. يعني هل ده اثر في طريقه عملك، في طريقه شغلك، في طريقه ادائك؟ بص يا كابتن، ما يعني ما حدش يقدر ينكر ان القوات المسلحه ليها دور كبير على الرياضه المصريه في كل المجالات. نعم. وفي كل الالعاب اللي ممكن تمارس، لكن الحمد لله بفضل الله. هو يعني احنا عندنا مقوله كده في القوات المسلحه ان احنا ما بنعرفش حاجه اسمها فشل يعني. نعم. فاذا اتحطيت في مكان فلازم تبقى على قد المسؤوليه ولازم تنجح فيه، وده اللي انا اتربيت عليه، ان انت تلتزم بالدور اللي انت بتاخده، وان انت تأدي شغلك على اكمل وجه، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى بالتاكيد يعني هيرزقك النجاح لان انت اجتهدت على ده وتعبت فيه يعني. فطبعا كل الشكر للمؤسسه العسكريه اللي هي بيتي، واللي هي اثرت كتير جدا على خطواتي في ان انا قبل ما انجح واكون انسان يعني ان انا اروح كاس عالم، اثرت كمان على ان انا امشي بخطوات يعني الناس كلها تبص لي بشكل محترم، ابعد عن اي مجال فيه. انا دايما بعيد عن الصراعات خالص، بعيد عن المشاكل، لان انا عارف الحته اللي انا مش ماشي فيها بس. فان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نكمل ده على خير ونمثل مصر تمثيل كويس وقوات مسلحه ان شاء الله. بتلاقي مسانده يعني القاده الكبار لما بتبقى حكم وموجود وبتلف المسندة من افريقيا، بتلف للبطولات العربيه، بتلف للبطولات الدوليه، في مسانده؟ الناس بتشجعك، بتقول لك برافو هايل؟ الكبار بتوع القوات المسلحه بيساندوك؟ اقول لحضرتك حاجه، المسانده عندنا في القوات المسلحه لا محدوده. نعم. الدعم لا محدود. فخر لاي حد انه ينتمي للمؤسسه العسكريه. بشعر بالسعاده دايما لما ادخل مكتبي كده وزمايلي او القاده بتوعي يهنوني على ادائي، واخرها كان فرحتي بكاس العالم الحمد لله. كل الناس باركت لي، كل الناس هنتني، واللي ورا الكواليس حاجات كتير بقى من دعم
وتشجيع وازاي اوفق بين التمرين والشغل وكده. فالحمد لله بفضل الله يعني ربنا يكمل على خير. بتلاقي اي مشاكل في سفرياتك؟ الحمد لله، الحمد لله الامور يعني الناس متفاهمه جدا. طبيعه ان انا حكم بمثل مصر دلوقتي، ما بمثلش نفسي، فهم دايما بيسهلوا لي كل حاجه. مش عايز اقول حد معين، لكن كل الناس من احدث حد لغايه ادم قائد في القوات المسلحه، كله بيساعدني ان انا ادي الدور اللي نجحني كمحمود ثم مثل مصر بشكل كويس. طيب انا كمان هنا، ويمكن الكابتن محمود هيتفاجئ بهذا الكلام، انا بطالب اتحاد الكوره بتكريم كابتن محمود ابو الرجال. ليه؟ لانه لو منتخبنا الوطني كان في كاس العالم كنا بالتأكيد كلنا بنتهافت كبرامج وكمؤسسات وكمش عارف ايه انه نستضيف هؤلاء النجوم، وكانوا هياخدوا مكافآت وهذا حقهم تماما. يعني احنا سمعنا عن ارقام في حالة التأهل لكأس العالم، وده على فكرة ببقى سعيد جدا جدا بيه. فما بالك بالحكم اللي بيشتغل تحت ضغوط غير عادية؟ يعني اللعيبة بتلاقي اللي سقف لها، لكن الحكام دايما في صوب النيران زي ما بيقولوا. يعني انا متاكد ان الاستاذ جمال علام والساده الافاضل في اتحاد الكوره هيعملوا تكريم، مش تكريم اللي هو الدرع، مش اللي هي الصينيه، لا، تكريم محترم. لانه انا على فكره عملت ده مع الكابتن عصام عبد الفتاح لما كان موجود في الاتحاد، لما انا كنت موجود في الاتحاد، اعتقد معرفش لحقت كابتن جهاد جريشه ولا لا. فبالتالي من حقهم تماما انه يشعروا بالقيمه. مش معناها ان انا بتكلم انه يبقى في تكريم وتكريم تكريم بجد ان انا عشان هي قصه ماديه او لا، لكن هو قصه احساس انك تحس انك عملت حاجه لبلدك. لان انا هروح معاك لمشوارك، انت لعبت كوره، اخترت التحكيم ليه واخترت التحكيم ازاي، خاصه انك من الاسماعيليه ودايما يعني المحافظات الاقاليم مظلوم من القمح الشرقيه، وبعدين عشت كل عمري في اسماعيليه، لعبت في انديه في الاسماعيلي وقناه وفي الناشئين. اولا بس يا جماعه، ايه ليس عيبا انه لعب في الاسماعيلي او لعب في الاهلي او لعب في الزمالك؟ عشان ايه الناس تقول لك ايه اصل لما يحصل حاجه يقول لك اصل الحكم الاسماعيلاوي ولا الحكم اللي ما لهاش علاقه؟ يعني ده حاجه، لا، هو اي حكم تشرف اي يعني. حكم يدخل مجال التحكيم لازم يمارس في كويس كرة القدم في أي نادي، ويكون مسجل في قائمة الاتحاد المصري. فكل الحكام لازم تكون لعبت في أندية يعني. تمام. بعد كده تدرجت بقى، يعني أنا والدي كابتن أحمد أبو الرجال طبعاً. الحكم السابق، وكان لعب في دوري ممتاز، وكان رئيس لجنة حكام إسماعيلية سابقا. نعم. فكنت بروح معاه ماتشات دايما، والموضوع كان بالنسبة لي في البداية هو هواية، مش بحثا عن أي مادة يعني، بس حبيت التحكيم. يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ممكن دي لزمايلي كمان الصغيرين. نعم. لازم تحب التحكيم، ولازم تجتهد وتصرف من جيبك في الاول علشان ربنا يكرمك وتوصل الحته اللي انت ده عايز. الوالد العزيز يا كابتن محمود. والدي، ايوه. نعم، اتفضل. صاحب فضل عليا كبير، ويمكن هو يعني انا هو شاف فيا اللي هو ممكن ما يكونش حققه بنفسه أيوة. نعم. فدي نعمه انا يعني بحمد ربنا عليها ان انا قدرت احققها له، فالحمد لله. طيب بدات امتى مشوار التحكيم؟ واضح انت بدات صغير، لانه ما شاء الله انت خدت شارة الدوليه كمان صغير يعني. انا دخلت تحكيم في 2000. وليه ما دخلت الساحه؟ يعني ليه تخصصت؟ لان حتى مؤهلتك الجسمانيه تؤهلك جدا انك تبقى حكم ساحه. انا اقول لحضرتك، الاول احنا بنمارس الاثنين. انا كنت مركز دايما ان انا يعني مش عايز، يعني زي ما قلت لحضرتك القوات المسلحه علمتني ان انا انجح. فانا مش عايز امارس بس، او ان انا عايز ابقى رقم واحد. انا كنت عايز، شايف ان فرصتي كمساعد كانت هتبقى اسهل كمان طبقا لظروف شغلي في البدايه، لان حضرتك عارف احنا في البدايه ما كانش حد برضه بيعرفك، انت بتتحكم في قسم ثالث وفي مراكز الشباب لغايه ما بتوصل لمرحله ان انت بتوصل في الدوري الممتاز بقى بتبدا كل الناس تعرفك. فانا خدت طريق ان انا ابقى حكم مساعد علشان اقدر احافظ على ان انا مستواي دايما يبقى كويس ومركز فيه. والحمد لله ربنا كرمني، ويعني وصلت للي انا يعني كبدايه. ان شاء الله ربنا يكرمنا بس بكاس العالم، وتبقى خطوه نبني عليها لكل حكام مصر ان شاء الله. وانت داخل التحكيم، يعني انا مثلا وانا داخل العب حارس مرمى، انا بتكلم جد مش بهزر وبحكي القصه دي كتير، انا كان كل حلمي ان انا ابقى حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر والعب كاس عالم. كويس. ده من صغري، من سن 10 سنين. ايوه. وما كناش نعرف كاس عالم ده، بس انا ايه كنا بنشوف بيليه، كنا انت عارف كان ماتش بيجي لك كل 50 سنه مره يعني، ما كانش فيه الحاجات دي. انا بكلمك الكلام ده في السبعينات يعني. أيوة. فكنا بدانا نعرف كاس العالم 74 اظن كان في المكسيك حاجه كده، لم تخن الذاكره يعني. فنفسي الحلم الكبير اللي عندي ده ان ابقى جون حارس مرمى النادي الاهلي، حارس مرمى المنتخب، والعب في البطولات الكبيره يا سيدي بلاش كاس العالم. هل وانت داخل يا كابتن محمود كان الهدف قدام عينيك انا عايز اوصل ابقى حكم في كاس العالم؟
الهدف من البدايه خالص ان انا يعني انا في الحاجات دي منظم شويه كويس، بحب اخد الخطوه بخطوتها يعني. حلو. فانا عمري ما اقدر اوصل كاس عالم الا لما احكم الاول دوري ممتاز، ده كان حلم كبير لاي حكم وما زال لاي حكم في مصر، لان الدوري الممتاز دي حاجه كبيره في في في, في الرياضه المصريه. بعد كده فكرت ان ادخل القائمه الدوليه، ثم بعد القائمه الدوليه ازاي امثل بلدي افريقيا وعربيا، ثم منها لكاس العالم. وهو ترتيب الخطوات دي لازم، لان انا ما ينفعش ادخل التحكيم النهارده اقول انا اروح كاس العالم لو ما خدتش الخطوات دي مع الخبرات المتراكمه. يعني انا مستوايا في بدايه ما دخلت مش زي دلوقتي. هي ليها ترتيبات وليها تنظيم. كاس العالم ده والاختيار ما جاش، جه بعد فترات كبيره جدا من الـ من الـ من الترشيحات والاختبارات. لكن قصدي كان هدف من اهدافك يا كابتن؟ هدف اي حكم في مصر. نعم، اي حكم في مصر يا كابتن يتمنى. في ناس ما يبقاش عندها الاصرار ده، في ناس ما يبقاش عندها الرؤيه دي، تختلف من يعني شخص لآخر. بحكم رؤيتي ليك في المباريات، بحكم اللي انا بشوفه في الملعب، بحكم ثقتك بنفسك اللي انا بشوفها، ومن صغرك على فكره، مش أيوة من أيوة. مش يعني من أيوة من وانت صغير أيوة أيوة. كنت احساسي ان انا عايز ابقى حاجه، ده احساسي يعني. بص يا كابتن، الحمد لله الواحد يعني انا بحاول ابقى مختلف في الملعب كمان. يمكن ممكن تكون الاجهزه الفنيه ورايا والحكام اللي معايا بيسمعوني دايما وانا بتعامل مع زمايلي، دايما باخد كل ماتش باهتمام، ودايما بركز جدا ان الماتش الصغير زي الماتش الكبير، ويمكن ده سبب في اللي انا وصلت له الحمد لله دلوقتي. طيب خلينا، انت بتقول لي من 2000 احنا دولي 2015 دولي. 2015 هل هنا بدا الطموح يزيد، بدا الاصرار يزيد ان انا ابقى حكم في كاس عالم؟ خلاص انت خلاص وصلت للسبعه اللي موجودين في القائمه الدوليه، اللي هو انت بتصعب يعني. هو نعم. كل اجتهادك ان انت تدخل القائمه الدوليه، ده صحيح، سبعه على مستوى مصر المساعدين. بتبدا من الفتره دي تبني بقى الطموحات، ازاي بقى توصل، ازاي توصل ان انت تكون موجود في كاس العالم. خدتها يعني من 2015، طلعت بطولات كتير لغايه ما ربنا كرمني الحمد لله، وكان مستوى ثابت مع الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي، والحمد لله تم الاختيار بفضل الله. حسيت في أي مباراه او في أي بطوله انه محمود ابو الرجال تصنيفه اتغير، الناس بدات تبص على محمود ابو الرجال، لا بصه ده جاي ده في السكه، زي انا مثلا ببص على فيكتور جوميز بقول كده، ببص على مصطفى غربال كنت ببص زمان، على عليه رحمه الله سعيد بالقوله كنت ببص، على جمال الغندور، اسماء كثيره ممكن انا بحب موضوع التحكيم جدا وانت عارف ده. أيوة. فممكن اقول لك اسماء كثيره جدا جدا. علي بوكسيم مثلا، انا علي بوكسيم لما كان بيحكم لنا مباراه انا كنت ببقى في غايه سعاده، حتى لو خسرنا كنت ببقى سعيد جدا بيه، لانه حكم مال وهدومه. أيوة. عارف يعني ايه؟ اكيد عارف يعني ايه مال وهدومه يعني. حسيت امتى لا انه بدات نظره العالم بقى، العالم هنا بتكلم افريقيا، بتكلم بطولات قاريه، تتغير او تبقى نظره انه الراجل ده جاي في السكه؟ اول بطوله ليا خلتني لما رحت انا كاس العالم للانديه. نعم. لا كاس العالم في الشباب في بولندا، كانت اول بدايه مع الفيفا، ودي البدايه اللي بتقول لك انت بقيت على الطريق. نعم. اللي هو خلاص انت لازم عشان تروح كاس عالم لازم الفيفا تشتغل معاها بطوله 2 3 معسكرات، بحيث ان هم يقتنعوا بيك الاول. حلو. ثم بعد كده تبدا المتابعه والترشيحات والاختيارات. وبيصفوا الناس لغايه ما نوصل لاخر مرحله. كويس. فكاس العالم في بولندا اللي هو تحت 20 سنه كان بدايه، لعبنا الافتتاح وحسيت بالاهتمام من لعبت الافتتاح، لعبنا الافتتاح ولعبنا الثالث ورابع ولعبنا ماتشات بقى في وسط. لعبت مين انت وطاقم بقى معين؟ كان مصطفى غربال. انا مصطفى كان مصطفى غربال. وبعد كده رحنا كاس عام، رجعنا على طول من هناك على كاس الامم الافريقيه 2019. ثم بعد كده رحت كاس العالم للانديه في قطر 2019 برضه. خلاص بدات تحس ان انت اتحطيت على التراك. بدانا بقى خلاص. ده كان يعني قبليها كان في مراحل شويه، بس الفترات دي بقى اللي بدات تروح فيها مع الفيفا انت اتحطيت على الطريق. دي مدريد المركز الثالث في بولندا. كاس العالم للشباب. أيوة. بتحس يا كابتن محمود انك على فعلا منصه التتويج؟ يعني لما بيبقى في تكريمات لاصحاب البطوله، البطل مركز اول مركز ثاني مركز ثالث، لما انت كمان كحكم بتكرم وبتطلع على المنصه دي، مشاعر اعتقد ثانيه خلاص. يا ريت توصفها لي. بص يا كابتن احمد، اي بطوله بدخلها يعني الحمد لله، انا بتكلم من قلبي يعني، اي بطوله بدخلها اذا ما لعبتش فيها الثالث ورابع او النهائي او النهائي الاول او الثالث ورابع، انا بحس ان انا ما عملتش حاجه. يا سلام. اصل هي منافسه. بيتحكم فيها في النهايه الاختيار على ادائك، ثم وجود الفرقه الممثله. يعني البطوله الاخيره دي احنا قعدنا للنهائي،
لو مصر ما كانتش وصلت نهائي احنا كنا ممكن نبقى لينا دور. كنت انا فضلت انا وعاشور والبنا كان هيبقى لينا دور، وهي اللجنه قالت لنا كده برضه. لكن وجود مصر، فمصر طبعا يعني كيان كبير، فطبعا فاحنا بننتظر لغايه ان هي وصلت نهائي فمشينا. نعم. فاي بطوله بيتحكم فيها الاختيارات طبقا لادائك، ثم وجود المنتخبات اللي يعني زون شمال افريقيا موجود بفرق عربيه منتخب مصر، ده بيأثر على وجودك. حتى النهائيات في افريقيا في السوبر في الكلام ده كله، اهلي وزمالك دايما نتمنى لهم التوفيق في البطوله الافريقيه للنادي الاهلي. احنا بننتظر دايما نشوف الفرق دي، لو مش موجوده فرقنا يبقى احنا دايما زي الكونفدراليه، نهائي الكونفدراليه كنا فيه ممثلين في الفيديو. نعم. يعني الاهلي والزمالك علشان فرق كبيره في افريقيا، فدايما بيبقوا على منصات التتويج، وده بيقلل شويه من فرص ان الحكام تظهر في النهائيات بتاعت افريقيا. نعم. منتخب مصر نفس الكلام، احنا اسم كبير في افريقيا، فدايما يعني ربنا بيوفقنا او يوفق منتخب احنا الاثنين واحد. الصوره اللي قدامنا دي نهائي الكونفدراليه. نهائي الكونفدراليه. أيوه. على عكس في مصر هنا بيبقى اثنين حكام فيديو، بره بيبقوا ثلاث حكام. ايه الفرق يعني؟ هل بتاثر لما بتكونوا ثلاثه بيبقى الاداء افضل ولا ثلاثه زي اثنين؟ لا هو كل واحد ليه اختصاصات. أيوه. وطبقا لعدد الحكام اللي واخد رخصه وكده. نعم. والعربيات بتبقى مجهزه وعدد الكاميرات. هو احنا في الاتحاد الافريقي احيانا بنلعب اثنين برضو، واحيانا بنلعب ثلاثه في المباراه النهائيه. الاتحاد الدولي. نعم. احيانا بيلعب اربعه. نعم. بيبقى مساعد حكم ومساعد اول ومساعد ثاني وحكم ريزيرف وراهم احتياطي بيتابع الثلاثه. الحكم المساعد الثاني ده المفروض يبقى مختص بالتسلل بس كويس والاعداد بتاع يعني حضرتك بتبقى مختص بالتسلل بس المساعد. في الفار ده مختص بكل حاجه، هو الحكم الرئيسي اللي هو محمود عاشور. خلونا بالاسماء. كنت حضرتك مثلا انا كنت معاه المره الفاتت ايفو يعني مساعد اول. فانا مختص بالاعداد معاه ولو في تسلل كده، ومحمود البنا كان ماسك الشاشه الثالثه اللي هي بتاعت اعداد المخرج والتسللات والفاولات واي حاجه بتيجي هو بيتابعنا فيها. كابتن محمود، انتوا في الفار بيوريكوا حاجات غير اللي احنا بنشوفها على الهواء؟ يعني في كاميرات خاصه ليكوا؟ هو مفروض في كاميرات. في حوالي يعني على حسب كاميرات الماتش. احنا بنشوف كل الكاميرات من كل الزوايا. لا انا قصدي الصوره اللي بتطلع لنا على الهواء، في صوره تانية؟ لا احنا بنشوف صور تانية جوه كتير. صور تانية؟ اكتر. كتير طبعا. صور. وممكن نستعين بالصوره اللي الناس بتشوفها، لو لقينا فيها ان الخطا بيبقى واضح ممكن نستعين. لكن انت كل الزوايا موجوده عندك؟ في حاجات انا ما بشوفهاش في التلفزيون. طبعا كل حاجه، عشان في طبعًا. ناس دايما تقول لك اصل ما وراهوش. على حسب وضع الكاميرا. يعني مثلا في مباراه الاهلي اللي هي البينالتي بتاعت الرجاء، لما قالوا ان المخرج ما عدلوش اللقطه من الزاويه الثانيه، الفيديو ما عادش للحكم من الزاويه الثانيه، ورجعوا قالوا لا في غرفه الفار كل الزوايا موجوده. مش ده كلام مظبوط؟ هو في يعني انا يعني مش عايز اتكلم على لا على انا بتكلم على حالات فنية. لكن غرفه الفار فيها فيها كاميرات كتير على حسب وضع الكاميرا. على حسب وضع الكاميرا وعلى حسب الناس اللي واقفه على الكاميرات بتجيب من انهي زاويه. بس طالما لقطه طلعت على الشاشه يبقى مؤكد. ممكن يشوفوها، وممكن اصل ممكن الاعاده دي تيجي بعد اللقطه ما حصلت بثلاث اربع دقائق يكون اللعب. يعني هم يعني لو الاعاده جت وهو بيشيك فهو شايفها. نعم. لكن لو الاعاده جت بعد فتره خلاص الموضوع منتهي. طيب انا عايز اروح لفاصل. بعد الفاصل بس انا مستغرب، انت كنت دايما مع مصطفى غربال وعبد الحق تشيالي او جراري؟ مع مصطفى غربال وجراري. جراري. فجاه دلوقتي في كاس العالم رايح مع بكاري جسامه. أيوه. كلهم لهم كل الاحترام، يعني ليه النقله دي وليه دلوقتي؟ خلينا نروح لفاصل وبعد كده اخد الاجابه من اللي منورني ومشرفنا حكمنا الدولي محمود ابو الرجال ممثل مصر في كاس العالم القادمه باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمستمعين والمتابعين. مجال ترحيب بضيفي اللي منورنا ومنور مصر كلها، وان شاء الله يكون خير سفير لمصر في كأس العالم القادمة بقطر ان شاء الله 2022. قبل الفاصل سألت حضرتك عن قصة انك كنت دايما مع مصطفى غربال. انا الحقيقة من الناس اللي بيثقوا في مصطفى غربال، يعني رغم الناس هجمته هنا بعد ماتش مصر والسنغال، لكن الاجواء والظروف والدنيا الصعبة جدا اللي حكم فيها طبعا ظروف صعبه، ويعني لكنه ثقتنا فيه ابدا لا تنقطع. يعني ايه اللي حصل؟ ليه ما كملش مع مصطفى غربال؟ وكنت بترتاح مع مصطفى غربال ولا لا؟ والنقله على بكاري جسامه شايفها عامله ازاي؟ بص يا كابتن، في الاول اختيارك ان انت تروح كاس عالم مع مين
بالنسبه لي انا في الفتره دي هو الاهم ان انا اروح امثل بلدي بالضبط. لكن مصطفى حكم كبير وبكاري جسامه حكم كبير من اكبر حكام في افريقيا هو نعم. مصطفى مصطفى لما في عندنا عبد الحق حضرتك ذكرته في الاول هو ما كانش موجود معانا نعم. بس عبد الحق مثل يعني راح كاس عالم قبل كده مع جمال حيمودي وراح مرتين قبل كده فالفيفا دايما بتاخد الناس الخبرات يبقى موجود نعم. فما كانش ينفع ان عبد الحق يروح في طقم تاني وانا باعتباره جزائري فلازم ينضم فالافضل ان هو يبقى فهي يعني اعتقد هي الرؤيه كانت كده وفي الاخر الاختيارات دي احنا ما بنتدخلش فيها يعني نعم. لكن انا بيشرفني ان انا موجود مع جسامه والالفيز ده حكم مساعد كاميروني هايل سام من اكبر الحكام في افريقيا وكان برضو شرف كبير ليا ان انا العب مع مصطفى وجراري وعملنا هنا ماتشات كويسه وان شاء الله نتمنى ان احنا نوصل لحاجه كويسه مع في الطقم اللي انا فيه لكن الاختيارات دي في النهايه نعم. بتبقى اتحاد افريقي واتحاد دولي احنا انت ما يهمك انك تكون موجود في كاس العالم خلاص انا متحك في الاول انا ليا دور باديه بعمله على اكمل وجه هي بس طبعا احنا بنوصل لمرحله ان احنا بنقيم بعد كده كمجموعه فربنا يكرمنا ويرزقنا التوفيق يعني. خليني برضو اسالك عن مصطفى غربال يمكن يعني مصطفى غربال اتسحب يعني ايه بالراحه يعني بدي مع بعض من 2015 ورحنا بطولات مع بعض في 2000 هو كان معايا رابع في نهائي الناشئين في الجابون كان رابع نعم. وانا كنت مساعد اول وفضلنا بقى نطلع مع بعض كده يعني عشان كده بقول ان الخطوات الحكم بياخدها علشان يوصل لمرحله زي دي مش وليد الصدفه طبعا يعني ما جيناش امبارح قالوا ده الحكم ده رايح في تعب سنين واجتهاد وعلى فكره احنا بنعمل اختبار البدني ده كل بطوله وكل معسكر وكل يعني ما يعني احنا ممكن نكون بنتمرن اكتر من اللعيبه كمان لان عندنا قياسات وعندنا وزن وعندنا اختبارات فنيه واختبارات بدنيه صعبة جدا وتحليل فني واختبارات فيديو تيست يعني الموضوع مش سهل ابدا ولكن يعني هو رزق ونصيب في الاخر وانا عارف ان في حكام كتير جدا مصريين زي ما انا رحت هم يتمنوا يروحوا وهم افضل لكن في الاخر هي الاختيارات بتبقى محدوده في القاره كلها يعني. طيب انا ليه كنت بقول لك مصطفى غربال اتسحب يعني كنا دايما عارفين لاكارن مثلا في الجزائر كان حكم عظيم محمد حنصل واسماء كثيره جدا يعني مصطفى غربال فجاه لقيناه قدامنا فجاه منور بشكل قوي يعني. بحكم ان انت لعبت معاه كثير جدا اهم ما يميزه من وجهه نظرك يا مصطفى بيشتغل على نفسه كويس قوي وبيركز وهو بيحاول ياخد الحاجات اللي ناقصه في الناس التانية وبيعملها يا سلام هو حكم ذكي وبيتحرك بشكل كويس في الملعب وهو ربنا يكرمه ويوفقه احنا على علاقه طيبه جدا بعض بقالنا فتره كبيره مع بعض فيعني دايما متواصلين وان شاء الله ربنا يوفقه ويوفقنا ان شاء الله باركنا البعض اول ما لسه ظهرت وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله هل فوجئت بخروج البعض يعني دايما كانت الناس بتشاور على سكازوي أيوة. بتشاور على مملكة سيما مثلا انه دول كان موجودين ما فيش فيهم فصال يعني رضوان جيد صحيح موجود فار لكن مش موجود صفارة هل كان بالنسبة لك الاختيارات دي فيها بعض المفاجآت يا كابتن محمود؟ كابتن احنا هم 12 حكم راح منهم 5 أو 6 الاختيارات محدودة والتقييمات ده صحيح يعني برضو هرجع وارجع للكلمة انا كنت بقولها دايما كل واحد بيشتغل على نفسه كويس جدا في الاخر التقييم ما بقاش بتاعه يعني انا استحاله اجي اقيم نفسي اقول انا استحق ان انا اروح لان انا كنت كويس لازم حد بيقيمك فكل الناس دي قيمت وفي الاخر الاختيارات اتحاد افريقي فيفا كمان بيقيم من عنده لوحده خالص بمراقبينه بالتقييم الفني بتاعه وفي كل قاره بيبقى فيه عدد كبير جدا بيتم الاختيار منهم 5 4 3 الموضوع ما بيبقاش انا بقول الحمد لله ان انا تم اختياري وان انا موجود امثل بلدي ده شرف كبير ليا لكن ان هم شالوا حد او حطوا حد يعني السؤال ده بيبقى صعب جدا عليا ان انا اجاوبه لان انا كنت زيهم انا برضو محطوط في معرض انا محطوط في, في 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 التقييم ان انت كويس تروح او ان انت كويس بس ما فيش فرصه عشان العدد عشان الزوم بتاعك بتبقى حساباتها كده يعني ما سؤال غشيم شويه فضل. يعني لو انه محمود ابو رجال تالق في كاس العالم كويس لكنه حكم الساحه اللي معاك مثلا ما كانش موافق احنا كلنا مع بعض لازم يعني انت لو مكسر الدنيا واخد 10 على 10 احنا لو حكم لا قدر الله في الفتره اللي جايه حصل له اي مشكله او بتاع الطقم كله معايا يا نهار ابيض لازم 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 الطقم يعني 3-1 يعني كل واحد بيجتهد بطريقته في مكانه ثم بنلتقي في المعسكرات بنلتقي في الماتشات ده ظلم برضه هو الفيفا من زمان بس ظلم يعني انا ماشي كويس والراجل ده عي ما كانش موفق يعني في ماتشين يعني كابتن اقول لك حاجه
طموحي ان انا اوصل لنهائي كاس العالم. تمام. بس طموحك لوحده انت بتشتغل على نفسك. مرتبط بالاتنين. مرتبط بكل اللي معاك. فانا يعني عندي ثقه كبيره جدا في الناس اللي انا معاها وان حد يعني محمود ابو الرجال من مصر يوصل او طقم من افريقيا يوصل فاحنا كلنا دلوقتي يعني لن نراك في مباراه كاس العالم الا بصحبه بكاري جسامه والف ان شاء الله. قصه محسومه تماما يعني حتى لو انت مكسر الدنيا واخد على الدرجات ان شاء الله ما عادش فيه بقى اللي هو اللي ممكن تختار واحد. لا 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 وكل لطم كده يا كابتن. كل لطم كده اوروبا مصطفى كده كل لطم كده طبعا والله. ايوه اوروبا اسيا افريقيا كله كده. شايف انه ده الاصح ولا برضو يعني في نوع من انواع الظلم؟ والله يا كابتن انت أنا لما تيجي وبجتهد وبتعب يعني ما هو برضو صعوبه الاختيارات يا كابتن في ان انت هتقول محمود مع محمد مع علي يروحوا الماتش ده يعني هو بيشتغل على نظام قاري كبير وعلى ده كاس عالم. بس انا موت نفسي واخد اعلى الدرجات والتاني يعني مثلا مش موفق مش فيهم وبتحصل يعني فانا شايف ان فيها شويه ظلم يعني. ربنا انا عايز احكي لك تجربه شخصيه ليا يعني. اتفضل. انا اول ما اشتغلت معلق فربنا اكرمني كده رحت كاس عالم 98 في فرنسا وربنا اكرمني اكتر بقيت اعلق للتلفزيون المصري واحدى القنوات الخاصه كمان فادوني نهائي كاس العالم والله العظيم ثلاثة وعلقت على المباراه اللي كان جمال غندور كمان بيديرها البرازيل والدنمارك في القناه الخاصه يعني عايز اقول لك يعني طبعا كنت فرحتي الجمال مش يعني طبعًا انا كنت بقابل جمال في الشارع كان جمال مع علي بوكسيم مع سعيد بلقولة الله يرحمه كانوا بيمشوا في الشارع ونتقابل لكن يوم النهائي سعيد بلقولة المغربي عليه رحمة الله يرحمه. انا تقريبا يعني كان ناقص ابكي لانه حكم عربي ومغربي وانت عارف المغرب قريبين جدا من قلبنا يعني عربي موجود في القصة فنفسي ان انت تبقى موجود يعني في الفاينل في ثالث ورابع بس طبعا هي بتبقى صعبة شوية يعني كافريقيا في نهاية كاس العالم ان شاء الله ربنا اعتقد يعني يا رب ان شاء الله لكن عندك امل ده يحصل في يوم من الايام كابتن احنا بنشتغل على ده. نعم. يعني كان عندي امل نروح كاس عالم وروحت ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ربنا يكرمنا بعد كده نروح طقم كامل. نعم. فيش حاجه مستحيله يا كابتن بالتعب والمجهود والشقة العرق زي ما بيقولوا يعني أيه. كل حاجه بتتحقق يعني فتح السن بالنسبه للحكام وشفنا حكم نهائي اوروبا اعتقد كان الهولندي كان فوق ال 45 سنه ده فتح افاق جديده لانه الحكام طول ما لياقتك الذهنيه والبدنيه جيده ما بيجيش عندنا كمل لغايه بعد السن وكابتن محمد فاروق كمل لغايه بعد السن بس كان بيتشالوا من القائمه الدوليه هو ده ما ده اللي كان مزعل جهاد جريشة وبعض من حكام يعني ان هم بس طبعا انت عارف عندنا في مصر حضرتك يعني بيبقى في ناس كتير نعم عايز تاخد فرصه يعني ما يمنعش ان الحكم لما يكون وصل لمرحله كبيره وراح بطولات كبيره ان هو لو محافظ على مستواه يستمر دي طبعا بترجع للجنه واختياراتها. طب خلينا نرجع معاك بقى لمحمود ابو الرجال نفسه يعني كنت اول حكم في مصر مع رخصه الفار صح ولا غلطان؟ الحمد لله. الحمد لله. هل انت ساعدت لها من بدري ولا الدنيا مشيت ازاي وايه اللي خلاك اول حكم مساعد؟ اول حكم مساعد ما انا بتكلم ما لا حكم فار وخلاص يعني في النهايه علشان مساعد ايه اللي خلاك تروح لها من بدري كده؟ والله بص حضرتك انا في الاتحاد الافريقي من البدايه خالص لما رحت معاهم بطولات وبتاع يعني تم قبل كاس العالم كده بالماتشات الترشيحات بتاعه الحكام كان جهاد جريشه والناس اللي معاه وبكاري والناس دي هم خدوا حوالي 16 حكم كده هم عملوا معاهم الكورس ده وكان ديفيد الاريا اللي هو من الفيفا من الايفاب هو اللي بيحضرهم. نعم. فاختاروني معاهم. كويس. بدات استمر بقى في المعسكرات دي من بدايه خالص لغايه ما الاتحاد ما رحت الاتحاد الدولي لعبت بطوله مع الاتحاد الدولي وطالما لعبت مع الاتحاد الدولي خلاص اتمت والدنيا مشيت بعد كده بقى ان انا استمر فيها في تقييمات بقى من الكاف ومن افريقيا ومن الاتحاد الدولي لغايه ما ربنا كرمني يعني والامور مشيت بشكل سؤال غشيم تاني هو الفار صعب قوي كده يعني الناس متخيله ايه خليني اقول لك بألسنت الناس يعني طالما انت رقم واحد في مصر في الفار ورحت الحقيقه بطولات كتيره جدا ومحافل كتيره جدا فانت اكتر واحد هترد عليا ايه يا عم ده صوره ادي فاول ادي بنالتي ادي مش عارف ايه طبقا للبروتوكول الفار اللي هو الاربع حاجات اللي موجودين وانتم صعبينها عاملينها كيمياء ليه في مصر بنقعد بالاربع دقائق وبالخمس دقائق وبالست دقائق ليه دايما بيبقى في ديبيت في الموضوعات اللي فيها فار يا كابتن محمود وجاوبني بصراحه شويه بص يا كابتن هجاوبك بصراحه احنا في مصر وصلنا لمرحله كويسه جدا بدانا ما كناش زي دلوقتي احنا دلوقتي افضل انت الكاميرات وجودتها مهمه وضع الكاميرا مهم الحكم اللي قاعد في غرفه الفيديو معايا على وضع الكاميرا اتفضل انت من حقك كحكم تحدد مكان الكاميرا لا لا طبعا
احنا بنشتغل، احنا ممكن نروح ماتشات فيها 6 كاميرات، ماتشات فيها 8، ماتشات فيها 10، بتبقى مختلفه، ماتشات فيها 12. وضع الكاميرا احيانا الكاميرا ممكن تكون مزومه، لان الناس اللي بتشتغل معاك مزومه مقربه، مقربه جدا. فانت ما بتقدرش مثلا تظبط حاجه معينه، فخطوط التسلل ما بتطلعش بشكل كويس. خطوط المرمى، خط التسلل ده بشري ولا كمبيوتر؟ لا كمبيوتر طبعا. يعني انا ما ينفعش العب بيه؟ هو انت بتظبطه على اخر تاني مدافع وعلى المهاجم وهو وعلى الكوره، وهو اللي بيحدد. عشان في البعض قال لك ايه في ماتش مثلا الاهلي وامتي وماتش الزمالك واسم، انا خليني انا بكلمك بلسان الناس عشان نحسم بقى الجدل ده كله. في ماتش الاهلي وامتي الخط الازرق خلاص مبين، في ماتش الزمالك واسوان الخط الازرق مبين. والخط ده انت ممكن تزقه سن عشان الواد يطلع اوفسايد وده يطلع. اقول لحضرتك حاجه، قول لي بقى، بعيد عن الماتشات يا كابتن والكول الفرقه اللي حضرتك قلتها، الفيديو الحكم اللي موجود جوه عايز ينجح زي الحكم اللي تحت. حلو ماشي. في اوبريتر قاعد معاه، هو بيقول له اعمل 1 2 3، والاوبريتر بالتقنيه اللي عنده بيشتغلها وبتطلع زي ما بيطلعوها للناس بره. ما بيقدرش يزودها خطوه يعني هنا كده مثلا يا كابتن، الزمالك واسوان مثلا، ما هو الخط باين اهو، مدافع اسوان لعيب اسوان هو الاقرب، وبالتالي خلاص ما فيش تسلل، ولا انا غلطان؟ ايوه تمام. الخط الازرق هو الاقرب، الخط الازرق خلاص على قدم مدافع اسوان والكره طلعت. أيوه. انا بس سؤالي، هل انت مثلا الاوبريتور ده ممكن يعمل الخط بعد ما الكره تطلع، قبل ما الكره تطلع ممكن يغير في الخط؟ مستحيل. الكره ليها وضع معين. أيوة. وقت اللمس والمدافع تمركزه معروف للناس كلها، ما حدش بيقدر يلعب في الكلام ده، ما يقدرش، ما حدش كابتن. وبعدين الناس شايفه، الناس بتتفرج زينا، ويعني لكن كل واحد في مكانه عايز ينجح. صحيح. الحكم ده كابتن، انا يعني الواحد بينزل الملعب بيقيم، واحد في مراقب للفيديو وفي اللجنه وفي الجمهور شايفك، وفي كل ماتشات دلوقتي في الدوري الممتاز بقت ماتشات مهمه، ومحدش دلوقتي كله بيتابع، كله بيتابع. طب ليه مثلا دي بتاعت الاهلي، دي بتاعت الاهلي وامبي، ما هو نفس الوضع، وضع الخط الازرق والقصه والكره بتطلع اهي. اذا هناك حسم. هل الجدل بقى اللي بيجي في القنوات ده والناس اللي بتطلع، في ناس طبعا جهله قانون، وفي ناس جهابزه قانون، وفي ناس خبراء قانون، وفي ناس ما بتعرفش حاجه خالص، يعني هل ده بيأثر عليكم يا كابتن محمود؟ كابتن كامل الاحترام لكل الناس اللي بتحلل. ماشي. بستفاد من كل اللي بينتقد وبحسن من نفسي، والاشاده بتديني ثقه كبيره. بس لما اكون بنتقد بقول اراء صحيحه. كابتن، هي الرياضه في مصر طول عمرها يعني في انتقاد وفي اشاده. انت كحكم بتشتغل على نفسك، وبيسيبك التوفيق مره، ما بيسيبكش التوفيق مره، دي حاجه تبقى لاجتهادك وتوفيق ربنا. العاب بقى بتيجي بشكل معقد في الملعب، ممكن تغلط فيها، الكلام ده كله وارد. لكن يعني خلينا في حته الفار، انا بتكلمش هو واضح يا كابتن، ممكن وارد يبقى في اخطاء يا كابتن. هو بالفار في العالم كله ما في اخطاء، بالفار في بالفار في اخطاء. لعبه طلع بلعبه انت عايز تحسبها بنالتي، الفار شايفها، طالما في الصوره واضحه بالنسبه للناس اللي جوه عمرهم ما بياخدوا قرار. سؤال تاني، يعني انا مثلا ايه بعد اتفرج على الدوري الانجليزي والدوري مثلا الاسباني، فلاقي كده ايه، احنا حسينا النقل ما شاء الله، بقى اتش دي والكاميرات زادت والدنيا بقت افضل، بس احس ان الصوره مزهزهه، يعني الصوره بره مزهزهه بقى. ساعات عندنا ممكن يكون حتى ارضيه الملعب مضلماها، ممكن يكون شكل ما اعرفش، لكن هل فرق كواليتي الصوره؟ فرق كواليتي الصوره كابتن، هو الفيديو مبني على ان كواليتي الصوره بقى كويس ووضع الكاميرات يبقى كويس. أيوه. انا لو انا الكاميرا محطوطه لي في موجوده في مكان مش ظاهر لي اللعبه بشكل كويس او كويس او مش جايبها، عمري ما اقدر اخد قرار. فهجيب الحكم اقول له ايه؟ بيأثر. هجيب اقول له ايه؟ طيب سؤال تاني، ليه عندنا في مصر بناخد وقت طويل؟ يعني انا شفت مره حكم والله العظيم ثلاثه، وبعذره على فكره، يعني تقريبا خد 4 دقايق ونص، وبعدين وقف بقى في الاخر وسند، ناقص تعسيله بقى كمان على يعني على ما ياخد القرار. هل الحوار بيبقى ده كله يا كابتن؟ يعني كابتن، هل هو الفيديو عموما يعني ما حددش توقيت لان انت تراجع قد ايه او كده، لكن كل ده المفروض بيتضاف على الوقت الضايع. احنا بنتكلم في بالراحه بس في الوقت الضايع، عشان برضو ايه، معلش فرصه بقى، انت معايا رقم واحد في مصر وكاس عالم، ده انت منورنا ومشرفنا. يعني انا النهارده واحد قال، سمعت واحد كانت الكره بتاعت الاهلي وامبي باين، فقال له دخلت في اللعبه 4 دقايق. كويس. قال له انا ذنبي ايه والفرقه الثانيه ذنبها ايه 4 دقايق؟ طب وذنبها ايه؟ بيضيف الاربع دقايق ليه؟ احكي لي بقى كيفيه احتساب الوقت بدل الضايع في الفار مثلا. هو احنا بنسجل كابتن الوقت الضايع، كل لو في تشيك او في ايوه بنسجله، وبندي الحكم معلومه ان
يعني يعني بالتنسيق كده مع بعض ان احنا مثلا عندنا 3 4 دقائق يعني احنا وفي الاخر القرار بتاع الحكم. يعني احنا وقفنا كفار 5 دقائق بس ما لناش دور بقى غير كده. احنا عندنا 5 دقائق وقفناهم فهو لازم انه يضيفهم. هو بقى معاه يشوف تحت كام عنده كام دقيقه المفروض يضيفها غير الفار. غير الفار وبيقرر عايز يضيف ده بس عايز يضيف الاثنين مع بعض. لكن الفار لازم يتضاف فده اللعب توقف. طبعا بيتضاف بيتضاف وبالتالي حكم الفار بيبلغه ان انا توقفت 4 دقائق دول مش في عمر المباراه. ايوه فلا بد من اضافتها. أيوة. صح كده. أيوة. والحكم ما يقدرش يعمل الا كده. ايوه هو في الاخر كابتن انت حكم الفيديو او اي حكم في الملعب هو بيدي رايه للحكم في الاخر. قرار الحكم هو اللي كابتن محمود بشوفكم في ماتشات بره انا يعني انت عارف انا متابعكم بعنف يعني عارف. ما بسيبش حاجه يعني الدنيا سلسه وسهله وبسيطه وانتم بتحكموا ماتشات ضرب نار. اخر حاجه كنت في اخر حاجه كنت أهل في طرابلس ولا كنت في اخر حاجه كنت في اورلاندو بس ده مع جسامه لكن مع الطاقم المصري كنت مع امين في الوداد وشباب وقبليه كنا مع معروف وقبليه كنت مع معروف في اهلي طرابلس في اهلي طرابلس واهلي الليبي ده ديربي بقى والبنا برضو حكمنا مع بعض نهائي البطوله العربيه كان ده كان ماتش نار بتاع الرجاء 4-4 تقريبا رجاء وكان نادي سعودي على ما اظن رجاء واتحاد جده الرجاء كسب رجاء واتحاد رجاء والهلال رجاء واتحاد اتحاد جده طيب نار يعني اهلي ماتش ليبيا ده ضرب نار ديربي اصعب من ديربي الاهلي والزمالك او يماثله نهائي بطوله عربيه وملايين الدولارات ماتش نار الماتش بتاع ايرلاند بيرتس شباب بلوزداد مع الوداد كلها ماتشات بلاقيكم سلسين وحتى الوصول للفار واتخاذ القرار هنا ايه اللي بيحصل يا كابتن محمود؟ والله يا كابتن يعني هي انا شايف ان التحكيم والله ممكن حد يطلع يقول غير كده بس انا شايف لا قول اللي جواك ان التحكيم ماشي كويس يمكن في اخطاء وده الاخطاء الطبيعيه بس عشان بيتحط عليها سبوت كبير فالموضوع بيكبر يعني ممكن حكم ما يتحملش الضغط حكم تاني يتحمل الضغط لكن في الاخر كل واحد بينزل الملعب هو نفسه يقدم احسن حاجه أكيد. علشان اسمه في الاول وعلشان بعد كده يتحط في حته يعني انا مثلا لما بحكم ماتش في مستوى معين عايز الماتش الجاي احكم اهلي وزمالك عايز احكم نهائي الدوري نهائي الكاس صحيح. كل واحد ليه طموح عايز بعد كده يروح افريقيا فكل واحد ليه طموح عايز يحققه بينزل للملعب بيأدي على اكمل وجه لكن اخطاء في اخطاء ما حدش يقدر ينكر بالتاكيد في اخطاء بس انا برضو هل الحكم بيبقى في مصر مضغوط زياده عن اللازم هل اسف بيبقى خايف لا مفيش انا ما اعتقدش ان في حكم في مصر بيخاف ولا بتاثر يعني أنا ممكن أنا ممكن خبرات لا ممكن خبرات ممكن خبرات لكن ان في حكم في مصر ممكن يخاف من مباراه او لا انا واحد من الناس لما بتجيلي مباراه كبيره ببقى اكتر واحد فرحان تبقى فرحان مباراه عليها ازمه واهلي وزمالك وعايزين من هنا حكام اجانب ومن هنا ومحمود ابو رجاله يتحط فيها اي حكم يتحط اسمه فيها او مرشح ليها اكتر واحد بقى مبسوط. طب كويس انت فتحت لي ملف الاهلي والزمالك لان المباراه على الابواب وتم الاعلان انه طاقم تحكيم فرنسي او هولندي نتكلم شويه باعتبارك لعبت الاهلي انت لعبت مباراه ولا اثنين اهلي وزمالك؟ لعبت مباراه واحده المباراه الثانيه كان عندي معسكر في قطر. انت مباراه طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نفتح شويه في الملف المصري الاهلي والزمالك عوده الحكم الاجنبي ولسه برضه هتكلم على كاس العالم وهتكلم على احلام محمود ابو الرجال هل ليه تمرين مخصوص لكاس العالم شكل المعسكر بتاعهم بيبقى عامل ازاي شكل الاعداد بتاعهم بيبقى عامل ازاي بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المتابعين والمشاهدين والمستمعين طيب اهلي وزمالك الماتشين او ثلاث تجارب يعني تجربه كانت البنا ايوه امين عمر تجربه امين عمر وتجربه محمد عادل ما اقدرش اقول لك قائم زملاتك لكن اقدر اقول لك كانت التجارب ناجحه ولا لا او كانت بنسبه قد ايه انا شايف ان الثلاث تجارب ناجحين بنسبه 100% بنسبه 100% ايوه وده مش رايي بس راي الناس كلها ما زعلتش لما بدات بقى تطلع المرادفات اي حاجه وكل حاجه كل المصايب بتطلع من عندي يعني الاحتواء بتطلع من عندي روح المشاريع الرياضيه اي حاجه بتتقال على التحكيم
على المستوى الشخصي ومستوى زمايلي كنا بنبقى زعلانين، لان احنا بنحس ان احنا بنحاول نادي، بنحاول علشان ما الناس ما تقولش، لان في اخطاء بنحاول نادي اقصى حاجه عندنا ان احنا نظهر مظهر كويس. في اخطاء شديده وباينه يا كابتن، الاخطاء المصيره ما حدش يقدر يختلف عليها. يعني مش هنحط مش هقول لا انا ممكن اغلط، زمايلي ممكن يغلطوا، لكن حضرتك بتكلمني على ماتشات الاهلي والزمالك الثلاثه. ما اقدرش اقيم زمايلي، بس برأي الجمهور كله انا شايف ان طيب. ان كان اداء كويس جدا. خلينا نروح بقى ليه، انه بنعود من جديد الى الحكم الاجنبي. شايف انه اللي حصل من هجوم وضغط والبعض قال فيه تراجع في مستوى الحكام كان هو السبب الرئيسي في عوده الحكم الاجنبي مره ثانيه؟ والله ده قرار اتحاد الكوره ولجنه الحكام، ما اقدرش اتدخل فيه، بس انا واحد من الناس كنت اتمنى يبقى حكام مصريين، واي حد حضرتك تساله من الوسط الرياضي يعني من الحكام كنت هيتمنى ان هو يبقى موجود في المباراه. ماتشات الاهلي والزمالك كابتن بتكبر حكام كتير بيجوا من افريقيا، وبتكبر حكام، يعني هو ماتش العالم كله بيتفرج عليه، فان ما يكونش فيه حكم مصري دي حاجه يعني ما بتبقاش حلوه لينا احنا كحكام. انا كنت طاير من الفرح في ماتش الاتحاد والهلال في السعوديه في ملعب مليان على اخر استاد الجوهره، وكانت السعوديه السنتين اللي فاتوا تقريبا معظم الدوري بحكام اجانب. أيوة. بس لما حسوا لما اتلسعوا مفيش حكام سعوديين في كاس العالم فرجع تاني الحكام السعوديين، فمحمد الهويش كان بيدير المباراه الهويش. وعلى اكمل وجه حاجه صديق لي. حاجه جميله جدا يعني. ف كابتن بس احنا برضو السبب يا كابتن محمود، كابتن هيجي حكام اجانب وهيعملوا اخطاء ولا ومش هتقل عن يعني ما اعتقدش ان هيبقى في فرق كبير. احنا كابتن عندنا علم في مصر دلوقتي ووصلنا لمراحل كبيره جدا. نعم. احنا الحمد لله عندنا حكام كتير جدا تقدر تادي على اعلى مستوى. ممكن كلامي يكون ناس تقول ان انت مبالغ فيه، لكن انا يعني انا بقول لك احنا بنحكم بره ماتشات كبيره جدا. ما هو ده سؤالي في الاول، ليه بره ماتشات كبيره جدا منورين قوي كده؟ بنيجي في مصر الدنيا بقى فيها اهتزاز يا كابتن. كابتن احنا يعني انا واحد من الناس شايف ان احنا ممكن نمشي ورا راي يعني ورا الراي العام، لكن احنا هنشوف التجارب جايه وهنشوف، لكن اهلي وزمالك ماتش كبير الحكام المصريين تستحق ان هي تبقى موجوده فيه. قرار الاول وفي الاخر لاتحاد الكوره ولجنه الحكام طبعا ما نقدرش ان طيب انا مأخر التليفونات على قد ما اقدر عشان مستمتع بالحوار معاك، لكن خلينا ناخد صديقك اللي دايما في مشاكل حواليه. هو ما فيش مشاكل حواليه ولا حاجه، لانه راجل والله انا بحسبه عند الله امين يعني بصراحه يعني، لكنه في طبعا وجهات النظر واختلاف وجهه النظر ده امر مقبول جدا. كابتن محمود عاشور مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن، ازي حضرتك؟ ازيك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام والله، كله ربنا يخليك يا رب. كان نفسي يا كابتن محمود انك تكون في كاس العالم، خاصه ان كانت هناك تاكيدات انك موجود على الفار. بصراحه صدمت لما اعلنت القائمه واسمك مش موجود فيها، ايه اللي حصل؟ الاول بس بقى هتبارك للكابتن محمود ابو الرجال بالتاكيد يعني اشوره. والله يا محمود الف مبروك، وان شاء الله تكون خير سفير التحكيم المصري وتستاهل كل خير. حبيبي يا محمود، بقى له فتره كابتن من الناس المرشحه، بقى له 3 سنين ولا 4 سنين اشتغل كويس جدا، وربنا كرمه واجتهد وركز. نعم. وده نتيجه يعني ان هو يكون موجود، وشرف لينا كحكام مصريين يعني، وهو يستاهل كل خير لانه فعلا ملتزم بره الملعب وجوه الملعب، ومن الحكام الممتازين الرائعين الممتازين اللي الواحد بيتشرف ان هو صديق فيه وبيلعب معاه. تنصحه بايه؟ يعني تنصح محمود ابو الرجال ورايح لاول مره كاس عالم؟ كاس عالم للشباب كان موجود، لكن النهارده كاس العالم للكبار والعالم كله يعني هيتفرج عليه. طبعا كابتن هو يركز في شغله، يعني ما يلتفتش لاي يعني اي هجوم واي ضغوط. التيم اللي معاه جسامه حكم كبير، حكم عنده خبرات. يركز ان هو ياخد ماتش بماتش، يخلص ماتش يبص الماتش الثاني، يعني يلعب ماتش عشان يلعب الماتش الثاني، يعني كل التركيز ان هو يكمل ويوصل لابعد نقطه موجوده مع الطاقم بتاعه، وان شاء الله يكون حاجه مشرفه باذن الله، زي ما هو معودنا دايما انه دايما في اي بطوله بيكمل ابعد نقطه ويوصل لابعد مكان. ايه ابعد نقطه ممكن طاقم افريقي بقياده جسامه وفي محمود ابو الرجال ممكن يوصل لها من وجهه نظرك في البطوله دي؟ ممكن نلعب لغايه دور الثمانيه يا كابتن، يعني ممكن نلعب لغايه دور الثمانيه. ممكن نلعب لغايه دور الثمانيه. هتبقى راضي لو وصلت لدور الثمانيه يا كابتن محمود؟ طبعا الرضا ده في اي يعني مش عايز الكلام، لكن طموحي مشاركه يعني طموحي ابعد من كده، لكن كاول مشاركه يعني لكن طموحي ابعد من كده يعني، ربنا يرزقنا التوفيق وناخد ماتش بماتش زي عاشور قال لي. عاشور اخويا طبعا، واضح انه العلاقه بينك وبين الكابتن. لا عاشور انا انا دخلت القائمه الدوليه في 2015، اول مباراه ليا كانت مع عاشور وايمن دجيش، اول مباراه وهم اللي علموني يعني ايه
ابقى ملتزم في سفري ويعني في حاجه اسمها احتراف في التحكيم وازاي تتعامل بره ازاي وفي خبرات كبيره ما بتاخدهاش غير من الناس اللي اهل الثقه زي ما بيقولوا. نعم. فمحمود عاشور لا اخويا ولحد دلوقتي يعني تربطني بيه علاقه طيبه. يمكن انا اول تليفون احنا كنا مع بعض هناك بس في نيجيريا, بس انا كنت جاي من جنوب افريقيا وهو كان في البلد بتاعت نهايه الكونفدراليه. اول تليفون عملته لعاشور قلت له انا يعني عارف ان انت ممكن تبقى زعلان. قال يعني عاشور قلبه طيب جدا يعني جميل. ويفرح لاي حد وتربطني بيه علاقه, هو عارف يعني مدى العلاقه اللي بيني وبينه يعني. طيب. فانا اتمنى له التوفيق. هو كان في الاولمبياد برضه يعني مثل مصر تمثيل مشرف وربنا يكرمه في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كابتن عاشور يعني اول تليفون من كابتن ابو رجال ليك, وكنا نتمنى انك تكون موجود, لكن زي ما قلت لك في بدايه المداخله انه انا شخصيا اتفاجئت لانه حتى كان الكابتن عصام عبد الفتاح مأكد لي انه حضرتك هتكون موجود. بص يا كابتن, انا جاني ايميل من الفيفا, احنا جاي طمن للثمان حكام اللي كانوا مرشحين. نعم. الى جانب حكام الفار اللي كان المفروض يروحوا, ان طبعا ان في معسكر وان في هيعلن عن الاسماء قريب, فخليكم جاهزين عشان في معسكر ان شاء الله اللي هيروح محمود يوم 11 و12 في 6 اللي جاي, وان يعني خليكم مستعدين لان في بيان الاسماء قريب يعني. نعم. طبعا كان في امل كبير جدا والحمد لله احنا يمكن ترشحنا على اداء ان احنا ادينا بطوله كويسه في الاولمبياد, فكان في تقرير كويس من الاتحاد الدولي ان احنا لعبنا معاهم, وكان في البطوله الافريقيه عملناها كويس, والحمد لله بقينا من الحكام المصنفين في تقنيه الفار في افريقيا يعني. نعم. ما كناش من اول 3-4 حكام موجودين, فيعني الحمد لله. حتى الثقه دي يمكن بانت في ان احنا خدنا ماتش الفاينل الكونفدراليه, ولو لا قدر الله الاهلي ما كانش وصل كان ممكن نبقى موجودين في الابطال. هرجع اقول في الاخر كابتن الحمد لله هي كل حاجه طبعا نصيب. يمكن بقول لحضرتك كان من بنسبه يعني 90-95% ان في تاكيدات ان الواحد موجود. ده صحيح. بتحصل كوابيس يا كابتن, بتدخل حاجات سياسيه, حاجات مش بايدين اي حد موجود, انما الحقيقه كابتن عصام انا بشكره عمل مجهود كبير جدا جدا ان انا اكون متواجد ويكون محمود متواجد واي حد الحقيقه يعني. مش ان كابتن عصام موجود دلوقتي ان انا بتكلم عليه, انما هو كان سبب كبير جدا في وجودي في الاولمبياد, سبب كبير ان وجود عدد 7 حكام موجود في بطوله افريقيا اللي فاتت كان هو له دور كبير جدا في وجودنا كلنا. ممكن كان في يبقى دعم, بس كان الدعم يبقى يعني اكبر شويه من الكابتن عصام. لو في دعم اكبر شويه من الكابتن عصام في تدخل كان ممكن يبقى موجودين في كاس العالم. لو كان عنده فرصه اكبر في التدخل قصدك؟ هو فرصه اكبر من الكابتن عصام. نعم. يعني حد يكون اثقل ليه ثقل شويه عن الكابتن عصام يبقى في تدخل كان ممكن نبقى موجودين. لكن عصام عبد الفتاح عمل اللي عليه من وجهه نظرك. عمل اللي عليه الحقيقه, عمل اللي عليه بكل مواطن من قوه ان هو يبقى في الاخر بتتحسب له كابتن اذا كان حكم صحيح ما بيتعرضش لهجوم يعني على الاقل بيقدر يتكلم. قبل ما اخد كلمه اخيره منك للكابتن ابو رجال وكلمه من الكابتن ابو رجال ليك, هل التحكيم المصري في أزمة؟ ولو كان في أزمة سببها إيه؟ التحكيم المصري كابتن في أزمة. الأزمة سببها عدم الردع اللي موجود, لأن طبعا كابتن مع الأسف إحنا مباحين للناس كلها تتكلم علينا, وإحنا ما عندناش فرصة إن إحنا نتكلم ونرد على حد حتى مش فنيا. نعم. معلش كابتن, أي حد بيطلع يتكلم على الحكام فهو صاحب مصلحة, ما بتكلمش على إعلام, أنا بتكلم على أجهزة فنية موجودة, بتكلم على مسؤولين في أندية. بالاخر هو القاضي والجلاد بالنسبه لنا, هو بيتكلم لمصلحته هو فقط. فمباح لي يجيب سيره محمود عاشور ويجيب سيره الحنفي ويجيب سيره محمود ابو الرجال وابراهيم كل الحكام. ومع الاسف في اخطاء, مش هقول لك ان احنا ما عندناش اخطاء, في اخطاء وكل دوريات العالم يا كابتن احمد فيها اخطاء, وطول عمر الاخطاء موجوده من بدايه كره, من ساعه انا موعيت ان انا على التحكيم او في الكوره في اخطاء من كل الحكام. وفي حاجات مقبوله وفي حاجات مش مقبوله, بس مش مقبول ان كل الناس تطلع تتكلم بصوره سيئه وتعمل راي عام على الحكام. نعم. كابتن احمد, هل ممكن التلاعب في خطوط الفار؟ انا سالت الكابتن محمود ابو الرجال قال لي مستحيل, بس قالك برضو انت مثلت في محافل كثيره جدا, هل ممكن التلاعب في الصوره بتاعه الفار يا كابتن, خاصه مستحيل. خطوط التسلل مستحيل يا كابتن احمد, اللي بيطلع يقول كده زي ما بقول لحضرتك ليه مصلحه, سواء شغال في نادي او سواء يعني بيطلع يتكلم ان هو عايز يعني يبين انه اهلاوي انه زملكاوي انه منتمي النادي. نعم. يرضي الجمهور يا كابتن, يرضي الجمهور, بيحس ان هو جمهور, او حتى بعض الزمايل المحللين ان هو مثلا لما الجمهور يعني بيقول حاجه عن النادي الاهلي النهارده او على نادي الزمالك ويلاقي في هجوم عليه من الجمهور بيجي ثاني مره يرضيه بصورة خاطئة مع الأسف. انت نعم. فاهم. وبعدين في حاجات يا كابتن مستحيل مستحيل. لا انا حكم عندي ضمير قاعد, ما انا بعمل خطوط ولا برسم. نعم. خطوط يا كابتن,
هرسمها غلط والناس كلها تقعد تتفرج عليها، الناس تضحك عليا. نعم انت فاهم يعني مستحيل. صحيح. انت اللي قدام، انما الخطا حتى في التقنيه كابتن احمد وارد. نعم يعني انت في الاخر انت تكنولوجيا بتستخدمها بس بشر اللي بيحركها. نعم وارد يا كابتن احمد ان يبقى في اخطاء بس مفيش حاجه. ده صحيح. طيب خلينا ناخد كلمه من الكابتن محمود ابو الرجال للكابتن عاشور. اتفضل يا كابتن عاشور. يعني ما اقدرش اقول فيه اكتر من ان هو اخ كبير وصديق عزيز، واتمنى له كل التوفيق في اللي جاي وان شاء الله ربنا يكرمه. وانا يعني عارف فرحته ليا قد ايه، ويعني هو انسان مخلص في شغله وفي صداقته وفي اخوته، وانا اتمنى له كل التوفيق ليه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. كابتن محمود عاشور حكمنا الدولي، بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك كل التوفيق يا رب. طيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا. خليني بقى اسالك انت، وانت بقى في المحافل كلها فبتقابل كل الحكام، يعني هل التحكيم وصل بره الى الدرجه العاليه من الاحتراف؟ بقصد الاحتراف بقى المادي والتعامل كمحترف، وهل الدنيا في مصر بدات تظبط شويه في المنطقه دي؟ بص يا كابتن، الدنيا في مصر كويسه ولكن في حدود. انت الحكم شغال شغله. نعم. وبيمارس يعني لازم يؤدي شغله على اكمل وجه، وبيتمرن وبيروح ماتشات، كل ده مع بعضه يعني علشان توفقه بتضحي بحاجات كتير جدا. نعم. منها انت بتضحي ببيتك كمان، يعني بتضحي يعني وارد جدا ممكن ما تشوفهمش باليوم والاثنين والثلاثة. هي الفكره كلها يعني، حتى اعتقد في دول عربيه عامله احتراف للحكم ان هو بيروح اتحاد الكوره يحضر شويه، ياخد التمرين بتاعه، يعني مش كل الحكام ولكن الحكام اللي هم مركزين معاهم ان هم يبقوا حاجه. احنا في مصر يعني اعتقد اتكلم بامانه يعني كابتن عصام عنده علم كويس. لسه اخر حاجه كنت خدت اسطوانه منهم انا يعني عشان اشتغل عليها عشان كاس العالم وكده، وكلمتهم قلت لهم حاجه رائعه يعني. فاعتقد الناس كلها بتحاول تدي للتحكيم، بس طبعا الكلام ده بيبقى ظاهر للناس. فان شاء الله احنا نتمنى الفتره الجايه الراي العام يعني يساند التحكيم كويس، بحيث ان التحكيم يقدر الاجواء حواليه تبقى كويس. قول لي بامانه، الفقره التحكيميه في الاستوديوهات التحليليه مزعجة بالنسبة لكم ولا مفيدة بالنسبة لكم؟ مفيدة لما يتشال منها الأهواء. الأهواء بتحس إن فيها أهواء؟ ممكن. ممكن. حكم مش أنا، بص كابتن، عمري ما كلمت حد أشاد بيا وقلت له شكرا. نعم. ولا عمري كلمت حد وقلت له أنت انتقدتني ليه. نعم. وكل المحللين يمكن على علاقة قوية جدا بيا، وأنا يعني بستفاد منهم كتير. لكن لازم نحلل التحكيم للتحكيم، مش عشان فلان يبقى مبسوط او فلان يبقى زعلان، مش عايز اقول فرق يعني. نعم. لازم احكم. حضرتك طبعا تعرف الكلام ده كويس، ان انت تحلل اللعبه للعبه. نعم. عشان تفيد الحكم. ده صحيح. دي حاجه مهمه جدا. حضرتك يعني تعتبر اسماعيلاوي، مش اسماعيلاوي كنادي، من الاسماعيليه. أيوة تعتبر. أيوة انت منين؟ أيوة القمح. لكن الوالد والعيشه وقصه. أيوة. هل لعبت ماتشات الاسماعيلي ولا ما لعبتش خالص؟ شايف ان انا ما بلعبش اي ماتش الاسماعيلي ولا اي ماتش للجيش ولا اي ماتش للجيش خالص. خالص. ده امر بيسعدك ولا شايف انه طب ادوني وشوفوني؟ كابتن يعني انا عايز انجح. انا عايز انجح. مين كسب مش هيفرق معايا خالص. اهلي زمالك اسماعيلي محله جيش. اهم حاجه انا رايح فين. لو انا بصيت لمين هيكسب ومين هيخسر مش هبقى في المكانه دي. لما بقى زمان حسين امام ابن اخوه بيلعب في نادي الزمالك، حماده امام وهو الحكم ومحدش كان بيعترض، واسماء كبيره من الاهلي، محمد حسن حلمي اللي هو اصلا حاجه في نادي الزمالك ولاعيب في نادي الزمالك بيحكم اهلي وزمالك ومحدش بيعترض. لما النهارده بوصل ان واحد بس هو مسقط راسه الاسماعيليه وما يلعبش، او لعب في اشبال النادي الاهلي وما لعبش، ده ما لعبش الاسماعيلي ده ما لعبش الاهلي، او لعب في اشبال الزمالك وما لعبش مباراه، مش شايف انه ده خطا في المنظومه ولا خطا في الثقافه ولا ايه يا كابتن؟ يعني لو واحد ابنه بيلعب في فرقه كابتن في الدوري الممتاز مش هيحكم طبعا. لو مدرب بيدرب فرقه وابنه مش هيدرب موضوع كابتن. هو احنا لازم كابتن يبقى عندنا ثقافه في ان احنا نتعامل مع الامر بالتقييم. نعم. كل اللعيب ادى بيقيم كويس بيتحط في التشكيل. الحكم ادى بيأدي دوره كويس بيتحط في الملعب. نعم. هو الامور بتمشي كده. حضرتك لو مش على يعني انا اسف يعني انا مش ما اقدرش اقيم حاجه، بس كابتن احمد شوبير انت اسم كبير. لو حضرتك مش قد الوضع اللي حضرتك فيه ده عمرك هتبقى في المكان ده. نعم. مفيش مجاملات. اصل يعني انت جاملتني النهارده، طب بكره، طب بعده، طب هتروح تجاملني في كاس العالم، مين هيوصي عليا هناك؟
هي الامور بتمشي كده كابتن. نعم. لازم يبقى احنا نخرج من ثقافتنا تبقى انا يعني بضم صوتي لصوتك عشان كده طرحت هذا السؤال. خلينا نروح لفاصل وارجع تاني اكمل هذا الحوار الممتع مع اللي منورنا النهارده سافرنا في كاس العالم 2022 في قطر كابتن محمود ابو رجال حكمنا الدولي. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. طيب خليني بقى اروح لكاس العالم بقى يعني نطلعك تاني من الاجواء. وجود البطوله في قطر منديلك نوع من انواع الثقه شويه، هتلاقي جماهير عربيه وجماهير مصريه وناس كتيره بتتكلم بلغتك وبلهجتك بتاكل اكلك عايش حياتك يعني الحقيقه انك ما خرجتش من مصر. قطر كابتن انا رحت حوالي كذا معسكر، رحت حوالي 3 4 معسكرات مع فيفا هناك. المعسكرات عشان كنت اسالك سؤال، المعسكرات بتبقى معسكرات عنيفه جدا، تدريبات بدنيه جداً. تدريبات ذهنيه، ممكن تخلص اختبار بدني وتشتغل في الملعب وتشتغل فيديو وتشتغل اختبارات فنيه في الملعب. لا, لا 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 انت ما عندكش وقت، انت ممكن التمرين بيقعد 4-5 ساعات في الملعب. ياه. يعني خلص كل يوم يا كابتن، كل يوم معسكر بيبقى مدته قد ايه؟ بيبقى مدته حوالي 5 ايام. بتبدا من الصبح، بتبدا من الساعه 7 الصبح محاضرات لغايه الساعه حوالي 2 الظهر 3، بعد كده تريح ساعه او ساعتين. تتحرك مثلا خمسة من 5 مثلا لتسعة بالليل لعشرة بالليل في الملعب. الموضوع بيبقى مرهق جدا يوميا. احنا دايما حكام افريقيا بتبقى هي حكام اسيا مع بعض. فاحنا عندنا معسكر ان شاء الله يوم 11 ان شاء الله لمدة 4 ايام في قطر ان شاء الله. لكن على مستوى الناس في قطر هناك في مصريين كتير وقطريين، هم هناك يعني شعب مضياف وبيحب المصريين جدا. وتعاملت معهم كتير ناس يعني المصريين هناك فخر كبير للمصر هناك، المصريين هناك ناس محترمه جدا. ده صحيح. مين كان مثلك الاعلى في التحكيم؟ يعني انا مثل الاعلى انا وعيت على الدنيا والدي. كان هو كل حاجه، وهو اللي كان بيشجعني، هو اللي كان بينتقدني، وهو اللي كان بعد كده يعني كان بينتقدك بقوه. طبعا. انا فاكر في ماتشات هو ممكن ما يكونش فاكر الكلام ده، يعني غلطت فيه عنفني جامد. لان انا كنت فاقد التركيز في الفتره دي شويه. نعم. بس الحمد لله يعني بالمجهود والتعب ربنا سبحانه وتعالى حالفني التوفيق فتره كبيره، ويمكن هو اكتر واحد دلوقتي مبسوط بيا يعني. طب خلينا نقول له متشكرين ونرحب بيه على التليفون كابتن احمد ابو رجال حكمنا السابق ورئيس منطقه حكام الاسماعيليه او حكام منطقه الاسماعيليه من قبل. يعني مساء الفل يا ابو الكباتن، ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن صبير، مساء النور. ازاي كابتن عامل ايه؟ ربنا يخليك ابو الكباتن، ربنا يبارك فيك. منورني كابتننا العزيز كابتن محمود ابو الرجال، وعمال يقول المثل الاعلى واللي علمني واللي فرق معايا واللي وجهني كابتن احمد ابو الرجال. قول لي بقى، وانت النهارده بتشوف ابنك باذن الله بامر الله بدون مقاطعه ثمره جهدك وعملك وهو رايح كاس العالم، وقع الخبر عليك كان عامل ازاي؟ كلنا كنا مستنيين، لكن لما الخبر بيعلن بيبقى حاجه تانية يا كابتن. والله كابتن شبير انا ايوه الصبح كده لقيت الكابتن توني بيتصل عليا. توني عثمان وبعدين بيقول لي مبروك يا كابتن ابو الرجال محمود في كاس في العالم. نعم. هو قال كده انا ما عرفتش اكمل، وفضلت يعني بيتكلم وبيقول ولا مستمع حاجه. ياه. لان انا كنت في نيجيريا في الوقت. محمود ما بيردش عليا. هو فين؟ انا عاوز ابارك له. هو فين؟ هو بيقول وانا برضو مش عارف اتكلم معاه ولا عارف ارد عليه. نعم. وبعدين في الاخر بقى كابتن توني تهوى في نيجيريا في الماتش النهائي. قال لي طب بارك لي علي بارك لي ليه وقول له ان كابتن في مبروك. بعد كده التليفونات جت خلاص بقى، مش يعني الفرحه بدات دي يعني فرحه ما بعدها فرحه طبعا. نعم. انت وقفت جنب الكابتن يعني محمود من البدايه، وانت يمكن وجهته لموضوع التحكيم بحكم ان حضرتك كنت حكم، يعني شايف ايه اللي تميز فيه محمود ابو الرجال؟ وانت كاب وكحكم سابق لما بتوجهه بيستجيب ولا الدنيا معاه بتبقى ماشيه ازاي؟ وانا دايما كنت على اساس ان انا مراقب برضه مباريات طبعا، فكنت براقب الماتش كامل ليه. فاحس ان ايه ان الكره دي عدت منه. نعم. اللي هو وهو بيجري ما كانش بيدي طرف عينه ناحيه اللعيبه وهو بيجري. او هو بيجري عاوز يفادي واحد من الجنب بتاعه فمركز اكتر من الملعب. نعم. فكنت دايما انا اقول له لا انت الاول
تبص على اخر مدافع وبعدين نعم. تركز نفسك لما تتلعب كرة انت معاها وانت بتجري الاول ضرب عليك كده حتى لو لو سبعك شوية الفروق او ماشي مش مشكلة في سبيل ان انت عينك على الكرة ربما امتى حسيت ان محمود شأنه ما شاء الله هيعلى وانه بقى هيبقى موجود في يوم الايام في كاس العالم وانه هيبقى موجود في كل المناسبات الدولية الكبيرة دي يا كابتن احمد؟ انا كنت دايما اقول له دخلت التحكيم يبقى ليك هدف واحد هو ايه الوصول لكاس العالم. اذا حطيت في دماغك الموضوع ده ان شاء الله ربنا هيوفقك. بدا هو يسمع من الزملاء يسمع من الاخوه يسمع من زملاته واشتغل على نفسه بدا يصرف على التحكيم مش التحكيم اللي يصرف عليه. نعم يعني بدا يصرف على التحكيم بدا يهتم بالتحكيم بدا يشتغل لان هو محمود في ميزه ان هو بيحب شغله سواء طيب. الشغل صحيح. الشغل العام او فبدا يحب اكتر مباراه سقفت المحمود ابو الرجال الحكم فيها كان في مباراة مش فاكر ماتش ليه وكان في نص الملعب وبعدين بصيت لقيته هو بيجري في لعيب طالع فكان هيخبط فيه عدت منه الكورة عدت اوفسايد فطبعا انا كلمته فيها قلت له انت كل لازم عينيك دي شغالة في الجنب ده كله وانت بتجري في جنبك كله فقال لي صح قلت له شوفها وقول لي انت غلطت فيه مش هقول لك انت غلطت فيها ايه فكنت دايما بتابع ليه واقول له لا ده صح ده كويس اكتب له على طول يعني في الدقيقه كذا يعني حضرتك الماتش بيخلص بقول له بطلع عليه رساله على طول على الواتساب على الواتس رساله في الدقيقه كذا عملت كذا يعني هو انت التقييم التحكيمي موجود عندك من الوالد على طول دايما اطلع استنى رايه على طول والله ايوه وبتاخد رايه وبينقدك يعني بيقول لك ده صح وده غلط ايوه طبعا هو عايزني ابقى احسن حد في الدنيا يعني حضرتك عارف مش طبطب على طول يعني لا 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 طبعا بس الحمد لله يعني انا مبيض وشه دايما يعني مبيض الحمد لله راضي بنسبة قد ايه عن محمود ابو الرجال كابن وكحكم اعمل ايه يا كابتن راضي بنسبة قد ايه عن محمود ابو الرجال كابن وكحكم 100% 100% ما شاء الله 100% مش تقول له ايه وهو مسافر كاس العالم يا كابتن ربنا يتمها عليه بخير ان شاء الله يا رب ان شاء الله عايز تقول ايه للوالد ما يعني كلام خلص فيه الكلام والدي وهو صاحب الفضل عليا وان شاء الله نعمل حاجه تبسطه وتشرفه ونفضل دايما كده يفضل في ظهرنا دايما ان شاء الله ان شاء الله نلتقي على خير نشوفه بشكرك بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد ابو الرجال حكمنا السابق ورئيس منطقه حكام الاسماعيليه وحكام منطقه الاسماعيليه ودور الاب واضح 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 بشكل جميل جدا 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 انا بحب العلاقه قوي اللي بين الاب والابن اللي بتبقى بالشكل ده عشان كده تعرفوا ان في حاله نجاح دور على البيت يعني لكن البيت مش اب وام بس اكيد الوالده يعني كان لها كمان دور طبعا والدتي يعني كفايه دعوات ها والدتي خلف الكواليس والدتي طبعا يعني ما تفرجش عليك يعني بتقعد لا بتتفرج والله بتدعي طبعا يعني ده قلب كويس انها بتتفرج يعني لكن البيت كمان اكيد الزوجه يعني اكيد يعني ما بيشوفوني يعني انا من كام يوم كده بقول لزوجتي انا عندي حمزه وحبيبه حبيبه وحمزه واحمد بالترتيب كده بقول لها انا ما شفتش حمزه بقالي يومين والله لان انا بوصل بيت من شغلي احيانا تمرين مع الشغل مع السفر في القاهره ايوه بوصل ما بتشوفوش باليومين شغلي مع التمرين مع السفر مع كده برجع ممكن هو يكون نايم انا اصحى بدري عشان ظروف شغلي حضرتك مقيم في القاهره دلوقتي انا مقيم في القاهره دلوقتي نعم مقيم في القاهره ف يعني لكن هم ضحت معايا كتير هم ده مين ده احمد الصغنون ده كان معايا في تمرين في مره كده طلعوا حكم برضه لا هو دلوقتي يعني سايبه براحته كده لسه يا مدام رحاب مساء الفل على حضرتك مساء النور اهلا بحضرتك ازاي حضرتك والف الف 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 مبروك الف مبروك للكابتن محمود الله يبارك في حضرتك يا رب ربنا يكرمكم يا رب يا رب انت هتطلعي الولاد حكام برضه ولا ايه يا مدام والله اللي هم عاوزينه بس عندنا حمزه متجه ناحيه الكوره يعني والله عنده كام سنه دلوقتي عنده 8 سنين طيب مش هنقول بيلعب فين عشان الناس ما تقعدش تهرينا لو بيلعب في نادي هنا ولا هنا لسه يعني لسه متعلم لو ربنا حياة الحكم في البيت صعبة خاصة لما يكون حكم دولي وبيسافر من هنا لهنا لهنا وانت ما شاء الله يعني حسب ما اعرف بسم الله ما شاء الله يعني كل حاجة جميلة في الزوجة المصرية المحترمة ومتحملة المسؤولية كاملة لكن انت كمان متحملة مسؤولية الزوج اللي هو حكم اللي هو الناس كلها مستنية حكم مظابط كمان حكم مظابط قوات مسلحة كمان صعبة نعم طبعا الموضوع كبير الموضوع كبير نعم لا الحمد لله والله الحياة صعبة طبعا ومحمود كان قدامه هدف من أول يعني ما تزوجنا وكده كان قدامه هدف ان هو يوصل ان شاء الله يعني لأقصى حاجة في التحكيم وأقصى حاجة ان شاء الله هو ده كأس العالم يعني نعم فإحنا كلنا كنا وراه
سواء انا او اهله او حتى شغل رؤسائه يعني كل الامور كانت كلنا وراه، وهو فعلا يستحق ده. يعني محمود من غير حاجه يستحق ان هو يوصل، لانه هو عصبي بيتخانق يعني لما بيرجع مثلا مباراه مش عاملها كويس بتخافوا منه بتكشوا منه. ليه نظام كده لما بيرجع من مباراه؟ ايوه احكي لي بقى. ما بينامش، لازم يتفرج على المباراه. انا بعد الماتش يعني بتاخر في النوم جدا طبعا. اول حاجه بعد الماتش ليه بقى بتقعد تتفرج على المباراه مثلا؟ لا يعني هو دي طبيعتي. هو يطمن على الماتش، اتفرجته شفته. طبعا انا بشجع الكوره وحتى من قبل ما اتزوجوا يعني، بس بقيت بقى اتفرج اكتر بقى بعد. طبعا يعني اقول له خلاص. طبعا الحالات التحكيميه كلها بحللها معاه. والله الله ما شاء الله ما شاء الله. هو بقى بيرجع ما بيحبش بقى حد يتكلم معاه، ويفضل بقى يرجع يشوف يكلم حد يقول له انا كده تمام انا بتاع، يعني يفضل يحلل في الماتش لغايه ايه اما يتعب خالص وينام يعني. بس اذا كان عنده مثلا شك في لعبه او حاسس انه لا بتقول لك هي طبعا طبعا. انا اصلا ببقى طالع من المباراه عارف انا والله شاكك عارف في ايه وعندي رضا عن المباراه. لا عارف ان ده انا عملته غلط، عارف يعني يعني انا وصلت مرحله اللي انا ببقى طالع من الماتش بفضل الله يعني انا عارف ممكن ابقى غلطت في ايه، فاول حاجه بروح اراجعها وبشوفها هي الحاله او اللقطه اللي انا بتقيم نفسك. طبعا 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 وبتعترف بخطئك. اصل ده طبيعي جميل. لازم غلط. طيب لما بيكون غلطان كده او هو حاسس انه مش عامل مباراه كويسه بيبقى شكله عامل ازاي في البيت يا مدام؟ لا هو بصراحه يعني بيفضل ايه يعني يحلل في البتاع ويقول لا خلاص يعني انا عايز ابقى احسن المره الجايه، اقول له ما فيش مشكله الخطا الصغير بعد كده ما يبقاش فيه اخطاء وهو ان شاء الله يعني الحمد لله ربنا كرمنا في اخر فتره الحمد لله لغايه ما ما بيبقاش عصبي يعني إيه. لما بيغلط ولا حاجه ما بيبقاش عصبي بيقابل الامر بهدوء. لا هو عصبي على طول يعني عصبي جدا عصبي هو الواحد بيستحمل يعني كده لان هو فعلا انسان طيب جدا ويعني ربنا كرمنا بيه والحمد لله. يعني كل واحد فينا يتحق الثاني يعني وهو ربنا كريمنا وان شاء الله يعني اما يكملها على خير باذن الله ويروح كاس العالم هنفرح بيه كلنا ومصر كلها هتفرح بيه. يا رب. هتسافري معاه كاس العالم ولا لا؟ يا ريت والله. والله انت ما هتاخد من حقك انك لا والله مش ممنوع. عايز تقول ايه الزوجه يعني البيت دايما يا كابتن محمود اللي هو الاب الام الاخوات اللي ثم الزوجه اذا ربنا اكرمك بزوجه صالحه وزوجه عارفه مهام وطبيعه عمل زوجه. فانت رجل قوات مسلحه قمه الانضباط وقمه يعني القوه في التعامل للصح وحكم يعني قاضي كمان، فالامر بيزداد صعوبه يعني. فالزوجه دي اللي متحمله كل مسؤوليه تحب تقول لها ايه؟ والله انا بشكرها جدا على الفتره هي يعني تحملت معايا فتره كبيره جدا من يعني الولاد والتعبهم يعني هي يعني برفع لها قبعه زي ما بيقولوا لان هي بتتحمل الكثير في عدم وجودي وفي وجودي والله برضو لان انا لازم عشان اوفق بين شغلي في الناحيتين فهي يعني هي اللي متحمله مسؤوليه جامد. فطبعا بوجه شكر يعني ليس لها حدود ليها يعني. واحنا كمان بنوجه لها الشكر كل يعني دايما دايما كل التوفيق وكل الحب للجميع يا رب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا واعتقد ده مسك الختام يا كابتن محمود وان شاء الله نقابلك وانت راجع كده مكسر الدنيا من كاس العالم باذن الله. ان شاء الله يا كابتن اوعدك واوعد المصريين ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه طليق بالدوله المصريه وطليق بالكيان الكبير اللي احنا كلنا عايشين فيه ان شاء الله باذن الله. مثل مصر تمثيل مشرف ونعمل حاجه كويسه للبلد باذن الله. شكرا حضرتك شكرا جزيلا كده تمام ومسك الختام. سلام.